مشاهدينا، صباح ربيعي مشرق يجمعنا وإياكم، نطل عليكم به من برنامج صباح النور لليوم الأحد 8 أبريل، وبمحطات عدة وتقارير من العواصم العربية والعالمية. مواضيعنا اجتماعية وإنسانية وترفيهية، نتعرف إلى أبرزها في التقرير التالي. البداية مع جولة في متحف الحيوانات المحنطة، وسنتعرف على مهرجان لعشاق الرقص المعاصر في أحداث ونشاطات. مع الناس وأسبوع رنين للقصة المسموعة. إلى قطر وفعاليات الأسبوع المفتوح، منصة لتشجيع المواهب. قضايا ومشروع علاج تشوهات الأطفال العظمية. فتيات يبدعن في الجمباز في بروفايل. الطواقم الطبية والمشاركة في مسيرة العودة في فلسطين. السجن ينتظر قتلة الماعز في ألمانيا. ومبادرة لتعليم الطلاب بأسلوب جديد في مصر. وأغرب الأطباق التي يمكن أن نتذوقها في فقرة من حول العالم. أما ألذ الأطباق في مطبخنا لليوم فمع الشيف وليد العياص في ولا أشهى. صباح النور أمين، صباح النور معاذ، صباح النور. كيفكم اليوم؟ الحمد لله كله منيح. اليوم هيك عنا حكمة صباحية حبيت أحكيها ونشوف هيك رأيكم فيها مثل العادة. في هون بتقول: يتحدث العظماء عن الأفكار، والأشخاص العاديين يتحدثون عن أنفسهم، أما الصغار فيتحدثون عن الآخرين، ذلك ما تفعله النميمة تجعل الناس صغارا. شو رأيكم؟ قديه جميل انه مرات نواجه الاشخاص، او انه ما يكون في، يعني مرات النميمه بتكون موجوده بالمجتمع وبطريقه مش حلوه. شو رايكم بالموضوع؟ صحيح، والله هو صحيح، معناه انه النميمه اكيد انه حاجه ما هيش مش حلوه انه نعيشها في مجتمعنا، اكيد انه تضر بدرجه كبيره. ولكن يمكن انا ضد شويه فكره الحكمه، لانه يعني النميمه تجعلنا صغارا، ولكن نحن نعرف الصغار يتميزون بتلقائيه كبيره. نعم. والصغار عاده في العمر يكونوا دائما قلبهم كبير، يعني المقصود مش الصغار كالأطفال. فهموا أنا يعني إنه صغار العقل. أي صحيح، ولكن هي كحكمة يعني كتتقال، فما يمكن البعض إنه يفهمها بطريقة غلط شوي. صحيح. فلازم إنه على الأقل هكا. على كل حال ايضا هناك حكمه اخرى بتقول، مش حرفيا حافظتها، ولكن بتقول انه اي شيء نميمه او شائعه يحتاج الى انه شخص سيء ان يقوله، ومغفل ان يصدقه، ويمكن كمان نوع ثالث لتنقلها. نعم. فقديش ايضا يلي بيسمع مرات النميمه وبيتنقلها بيكون له دور سلبي كثير. صحيح. ومشارك فعليا بالنميمه. صحيح. وهي لها علاقه كمان بالنضج وبال، لأنه يمكن كلنا مرينا بتجارب كنا يمكن ضحايا أو كنا حتى مشاركين بنميمة، ولكن مع الوعي ومع نضج الإنسان بيعرف أنه دائما هاي التصرفات بيقدر الإنسان يصير يعرف شو يصدق وشو لا. صحيح صحيح. وخاصة أنه تكون مضرة برشا وقت اللي تكون في نطاق عمل أو في نطاق مؤسسات. نعم. يعني مش كي تكون مع أصحاب في جامعة أو مع عائلة، كي تكون في نطاق العمل تكون خطيرة جدا، لأنه تأثر على الإنتاجية في العمل وتأثر على فريق عمل كامل. صحيح. فهذه أكيد. بس آخر شيء مثل ما بيقولوا أيضا ما بيصح إلا الصحيح. صحيح. فشو ما كان في شائعات أو هيك تناقل الأخبار الكاذبة أو محاولة التشهير بأشخاص، آخر شيء ما بيصح إلا الصحيح. صحيح. وأيضا من ضمن الأشياء الصحيحة اللي بنحب دائما إنه نضوي عليها واللي بتعمل لنا صحة بجسدنا وبعقلنا، هي المطبخ، وهي الأطباق الشهية مثل ما دائما بقدم لنا اياها مطبخ صباح النور. ولا اشهى، صباح النور. صباح النور وليد، كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك اليوم؟ كتر خير الله. شو الاطباق اليوم متنوعه؟ مزبوط، اليوم حنعمل سلطه الكسكس. نعم. وحنعمل دجاج مع الخضره صلصه بيضه مع رز. وحنعمل فندق بالموز على طريقتي الخاصه. اها، يعني اليوم الاطباق عديده، طبقين رئيسيين وطبق حلو. مزبوط. يعني اكيد حتكون طيبه لبكره. شكرا لك شيف، شكرا هبة. ولن نعود بالطبع إلى المطبخ لمتابعة تحضير هذه الأطباق خطوة بخطوة. أما أنتم مشاهدينا فلا تنسوا أن بإمكانكم التواصل معنا ومتابعتنا على صفحات البرنامج على فيسبوك، تويتر وإنستغرام، والتي تظهر أمامكم أسفل الشاشة، وذلك لمشاركة كل التعليقات والصور أو الفيديوهات. أما الآن لنتعرف على آخر المستجدات السياسية مع زميلة رويدة وفقرة مع الخبر. So
صباح النور أمين. صباح النور, صباح النور وعد. صباح النور, صباح النور وعيدة. صباح النور مشاهدينا, أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الدفاع المدني في دوما أن 150 مدنيا قتلوا وأصيب المئات بحالات اختناق جراء استهداف النظام السوري للمدينة بصواريخ يرجح أنها تحوي غاز الكلور السام وأخرى تحوي غازا يرجح أنه غاز السارين المحرم دوليا. وكما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري وروسيا عشرات الغارات استخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليا في أعنف تصعيد تشهده المدينة منذ أيام. وأعلن فصيل جيش الإسلام المعارض في دوما أن الطائرات الروسية شنت أكثر من 250 غارة جوية على المدينة ومحيطها خلال الساعات القليلة الماضية. وذكر الدفاع المدني أن فرقه أضحت عاجزة عن العمل في ظل القصف المكثف. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي مزعوم في دوما في سوريا مروعة, وإنها إذا تأكدت ستتطلب ردا دوليا. واستشهدت ناورت بتاريخ النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية, وقالت إن حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية وأن هناك حاجة لمنع أي هجمات أخرى على الفور, مضيفة أن موسكو بدعمها الذي لا يتزعزع للنظام تتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الوحشية. أعلنت مصادر في قطاع الصحة الفلسطيني أن صحفيا فلسطينيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يغطي الاحتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل ليرتفع عدد القتلى إلى 10. ونشرت إسرائيل قناصة لوقف محاولات اختراق الحدود ردا على مسيرة العودة التي نظمها الفلسطينيون للأسبوع الثاني على التوالي. وأثار الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات انتقادات دولية, وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الرد شمل إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين لا يشكلون تهديدا مباشرا على حياة الجنود. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن عمليات القتل أثارت تساؤلات جادة عن استخدام القوة, مضيفا أنه على إسرائيل أن تقدم توضيحات بشأن ما جرى على الحدود. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بتشجيع ما وصفهم بالإرهابيين باستضافتهم في قصر إليزيه, وذلك وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية. تصريح الرئيس التركي جاء عقب استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام وفدا سوريا ضم وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي, حيث أكد ماكرون للوفد دعم فرنسا من أجل تحقيق الاستقرار في شمال سوريا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. قالت الشرطة الألمانية إن رجلا قاد حافلة صغيرة نحو مجموعة من الناس كانوا جالسين خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا, مما أسفر عن مقتل الشخصين ليقدم بعدها على الانتحار بإطلاق النار على نفسه. وذكرت صحيفة فرانكفورتر الألمانية أن مرتكب الحادث يدعى يانس أور يعيش على بعد نحو كيلومترين من موقع الجريمة. وقال التلفزيون الألماني أن الشرطة تفتش منزل مرتكب الحادث وأنه على صلة بمتطرفين يمينيين, لكن لا دليل بعد على أنه هو نفسه يميني المتطرف. سلم الرئيس الفرنسي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه للشرطة بعدما كان قد لجأ لمقر نقابة عمال الصلب رفضا لقرار قضائي بتوقيفه بتهمة الفساد. وفي خطاب ناري أمام حشد من المؤيدين ارتدوا قمصانا حمراء خارج مقر النقابة, أصر لولا وهو أول رئيس برازيلي يخرج من رحم الطبقة العاملة على براءته, ووصف إدانته بالرشوة بأنها جريمة سياسية, لكنه وافق على تسليم نفسه للسلطات بعد نحو 24 ساعة من رفضه ذلك. ويقول مناصر الرئيس السابق إن الهدف من اعتقاله هو منعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى. تحرص الصين على إمتاع مواطنيها وزوارها في فصل الربيع بحدائق تمتد على مد البصر, فيحتار الناظر أي ورد أو شجر فيها هو الأجمل. وككل عام من شهر نيسان تحتفل الصين بعطلة الكينغ مينغ لتعلي شأن الطبيعة والهواء النقي إضافة إلى تذكر الموتى. تدريجيا باتت تلك العطلة مرتبطة أكثر بموسم الربيع ووروده, لذلك عملت الصين على تصميم حدائق فاتنة تتوزع فيها النباتات بحسب ألوانها, ما جعل من تلك
تحت الحدائق الشاسعة مساحات خيالية تشبه بحرا عجائبيا متغير الألوان. إضافة إلى ذلك ثمة أمكنة تتدلى فيها النباتات كحبات المطر ليمر الزائرون تحتها في مشهد يستاهل فعلا أن يكون لوحة فنية. فعلا بيستاهل يكون لوحة فنية. وعلى كل حال أدمع طبيعة عن جد بتقدم شيء مذهل خلال فصل الربيع. الاحتفالات مستمرة من 21 مارس بداية فصل الربيع بمختلف أنحاء العالم. وحلو أنه بالصين رغم الحرب التجارية يلي عم بتقودها ما وقفتهم من الاحتفال، يمكن هذا الاحتفال الثاني أيضا بفصل الربيع. عجبكم الخبر يعني؟ الحمد لله. كالعادة. إلى عناوين الصحف. إلى عناوين. نبدأ مشاهدينا الجولة من صحيفة الحياة والتي عنونت عن حصار النظام السوري لدولما واستخدامه غاز السارين السام، وقالت روسيا تتهم جيش الإسلام بالتصعيد وتتحدث عن انقلاب على دعاة التفاوض، حالة اختناق في دوما وقصف قاعدة أمريكية في الرقة، وأردوغان ينتقد واشنطن وباريس. الأيام الفلسطينية واكبت تطورات مسيرة العودة الكبرى المستمرة وأوردت في عنوانها الرئيس القطاع شهيدان متأثران بجراحهما أحدهما صحفي وثمان إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال. الرايات القطرية عنونت عن زيارة أمير دولة قطر للولايات الأمريكية وقالت زيارة سموه أو زيارة صاحب السمو دفعة قوية للعلاقات القطرية الأمريكية. سموه حضر حفل استقبال أقامته سفارتنا بحضور أعضاء الكونغرس وعمدة ميامي. صحيفة المدى العراقية كتبت عن الانتخابات المزمع إجراؤها وقالت المدن المحررة تصر على المشاركة بالانتخابات ودعوات المقاطعة تنحصر في الوسط والجنوب. الراي الكويتية تناولت التوتر السياسي الداخلي في الكويت بين الحكومة ومجلس النواب وعنونت قصف نيابي للحكومة في قضية جماعة التبليغ، جبن وخوف وخنوع لمشبوهين تحت غلاف الدين. عمان عنونت عن الاعتداء بالدهس الذي حصل في ألمانيا وقالت قتلى وجرحى دهستهم سيارة بألمانيا. صحيفة الخبر الجزائرية كتبت عن مهاجمة ملك المغرب وقالت تفاصيل اللعبة القذرة لملك المغرب لوح بالحرب والجزائر ترد أمام مجلس الأمن. ونختم الجولة مع صحيفة العرب الجديد وفي عناوينها الرئيسة سوريا النظام يفاوض دوما بالنار، في صورة الغلاف انتخابات المجر الشعبوية تترسخ أوروبيا، في زاوية الحدث 29 شهيدا فلسطينيا خلال أيام وغطاء أمريكي لجرائم الاحتلال، وكاريكاتير اليوم بعنوان عاصفة الحزم للفنان فهد البحادي. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، لنا وقفات سياسية أخرى اليوم، كونوا معنا. والآن عودة إلى الزملاء. شكرا لك رويدة، ولنا عودة إليك بعد قليل. والآن سننتقل إلى عشاق الرقص المعاصر. ينتظر عشاق الرقص المعاصر برنامجا غنيا ومنوعا من العروض وورش العمل والنقاشات ومعرضا فوتوغرافيا، حيث تنطلق الدورة 14 من بايبود أو مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر. صحيح هبة، وسيعرض بايبود الحدث المنتظر على رزنامة فعاليات الثقافية في لبنان مجموعة من العروض العالمية، ويستقبل فرقا للرقص من لبنان والعالم العربي من نهار الأربعاء 11 نيسان وحتى الجمعة 27 نيسان 2018. لنتعرف أكثر على مهرجان الرقص المعاصر نستضيف معنا عمر راجح مؤسس مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر في فقرة أحداث ونشاطات. أستاذ عمر صباح النور، مرحبا بك معنا. إذا مهرجان بيروت للرقص المعاصر، بداية قبل ما نسأله برشا أسئلة خلينا نتعرفوا على مهرجان بيروت للرقص المعاصر كأكثر تفاصيل عنه. هو مهرجان مثل ما قلت للرقص المعاصر ببيروت بلش بال 2004 وهذه الدورة ال 14 من المهرجان، وعادة نستضيف فرق عالمية وفرق محلية، بصير على فترة جمعتين ببيروت بأمكنة مختلفة. بتخلوا أكيد عدة عروض وعدة ورشات عمل نحكي يعني عليه بأكثر التفاصيل. كل يوم في عرض مختلف طبعا.
طيب عمر، كيف بيحارب الرقص والفن ثقافة الجهل اللي موجودة بالمجتمع؟ هو يعني بحد ذاته الفن بيخلق نوع من أسئلة، بيخلق بحث، ونحن بحاجة لهذا الشيء كتير اليوم، بحاجة إن يمكن بيخلق نوع من وعي وأسئلة. يعني بنسأل حالنا بكتير شغلات، وقت يمكن نروح نحضر عرض نسأل حالنا إنه ليه هول الأمور هيك، ليه هول الناس اللي عملوا العرض عم بيفكروا بهذه الطريقة. ويمكن كوريوغرافرز أو أشخاص مصممين رقص عمرهم بالخمسين ستين سبعين، عندهم تجارب كتير بالحياة، عم بيروحوا على أمور ويسألوا عنها ويبحثوا فيها، فهذا بيخلق نوع من رقص. بلس الزائد يعني فكرة الجسد، وهذا المجرب نقدمه نحن، كيف موجود، كيف نتعاطى معه على المسرح، كيف نتعاطى معه بالحياة، وهولي يمكن ما مننتبه لهم، نتعامل بطريقة كتير عفوية بالحياة إنه خلاص بالأمور، بس بعدين وقت نشوفهم على المسرح ونفكر فيهم مزبوط هني أسئلة كبيرة، يعني بيفتحوا كتير أمور بحياتنا لازم ننتبه لها. هو في هالنسخة هذه 14 يستهدف أكثر النساء الطموحات، ويمكن حتى باين بالأفيش اللي بالنسبة للفستيفال. علش الاستهداف للنساء الطموحات؟ هو في يعني من فترة، نحن ضمن كمان شبكة عالمية للرقص المعاصر، ومن فترة في حديث صار إنه الأكثر الكوريوغرافرز المصممين الرقص من أكتريتهم طبعا مش كلهم هن رجال، فحبينا نحن كمان نروح بهذا الاتجاه، نضوي أكثر على المصممات الرقص العالميات والمحليين كمان، وبنفس الوقت يعني كمان ضمن إذا فينا نقول ضمن المكان اللي عايشين فيه بلبنان أو يمكن حتى بالدول العربية، هذا موضوع لازم نطرحه ولازم نضوي عليه أكتر، لأنه بتخيل فيه نساء عندهم قدرات وطاقات كتير مهمة، ولازم لازم كمان يكون عندهم الخيار والقرار بالأمور الحياتية. نعم، كنت عم تحكي عن راقصين من دول حول العالم، وعرفنا أنه في هناك 19 مشارك من دول حول العالم للمعرض. بدي هيك تخبرنا انه كيف التفاعل معهم، كيف تعتقد انه رح يكون كمان التفاعل لقدام؟ في فرق مثل ما قلت، الفرق يعني هو تقريبا في اكثر من 100 فنان عم بيشاركوا. العروض اللي عم تتقدم هي بحدود ال 19 عرض، واللي بيصير دائما يعني الفنانين، لانه صار معروف المهرجان خاصة برا من الفنانين اللي بيجوا وبيحكوا، وقدرنا لأنه كمان نستضيف يعني كوريوغرافرز معروفين كتير، فهذا خلق نوع من هيك حركة مختلفة. بحبوا كتير يجوا على بيروت، بحبوا كمان في كتير منهم أنه بيرجعوا بيجوا بيحكون أنه نحن جايين على بيروت بدنا نرجع نجي يعني هذا شيء ضروري كتير مهم لنا كمان. بلحظة من اللحظات بيكسر هيك يمكن الواحد مع الشغل مع اليوميات مع كمان المشاكل يمكن اليومية اللي منحس فيها، ما مننتبه انه كمان بحاجة لنكسر هيدا الجدار، بحاجة شوي لنروح بخيالنا بأفكارنا، تعطينا هيك مثل قوة لنكفل الحياة. هو الرقص حاجة لا تتجزأ أكيد من المسرح، ونعرفوا أن المسرح قديش عنده قدرة على أنه يعبر على واقعنا وعلى مجتمعنا، خاصة بالسيناريوهات وحتى بالسينوغرافي. الرقص عنده شبه كبير أكيد من المسرح لأنه يمارس على خشبة. هوني إلى أي درجة تتوقع أنه الرقص أو حتى العروض اللي تقدم في المهرجان يمكن أنه تجسد الواقع اللي موجود في مجتمعاتنا الآن؟ أنا هيدا سؤال كتير ضروري، والطريقة اللي بنتعامل فيها نحن مع الرقص، يعني الرقص عم يتعامل مع جسده، عم يتعامل مع الأداة اللي موجودة والحركة اللي عم يعملها بلحظتها. يعني هلا أنا وعم بحكي وعم بأشر بإيدي كمان عم بعمل هيدا الشيء بلحظته، ففي هيدا النوع من التواصل الآني اللي هلا موجود، في هيدا التواصل اللي ما له علاقة يمكن بمنه قصة بمعنى القصة، خاصة بالرقص المعاصر. نعم. انكسرت فكرة القصة أو إنه نحن
نعمل بنسميه بالريبريزنتيشن لشيء او منقلد او منمثل شيء قديم. بالعكس الامور عم تصير بلحظتها في هذا التفاعل اللي هلا عم بيصير بين يمكن بيني وبينكم مثلا مع المشاهدين، وهذا ضروري كثير بالرقص وبالمسرح، وهذا يمكن بيخلق حاله مختلفه ومقاربه مختلفه كمان للعروض. نعم، هناك ورش عمل يعني بيعملها المعرض او المهرجان، خبرنا عنها اكثر وعن القصه اللي يعني طلع منها. ايه، بنحب كل سنه وقت يكون في كمان الكوريوغرافرز اللي عم يجوا على بيروت، بنحب نشارك هذا الشيء مع يمكن راقصين ما عم يعرضوا او موجودين حول المهرجان، كمان يستفيدوا من هذه الخبرات. ففي عدد من ورشات العمل اللي عم تصير، وبنفس الوقت في كمان ضمن الموضوع العام للمهرجان خلقنا نوع من ندوة عم تنظمها نيلة تمرز مع مجموعة نساء فاعلات عندهم مؤسسات ثقافية وغير ثقافية وفنية، كمان لنحكي عن تعاطيهم اليومي مع هذه الأمور ونضوي أكثر على موضوع المهرجان بشكل عام. كنت بعد بدي أقول إنه كمان اللي عم جرب نخلقه اليوم بالمهرجان إنه عملنا من نوع من شراكة مع بار ناسيونال، فليكون وقت يجوا الناس فيهم يقعدوا فيهم يأكلوا، بيخلص العرض كمان في مكان لا يقعدوا يحكوا مع بعض يمكن عن العروض أو أمور تانية، يمكن حتى يشجع أكثر إنه يمكن نشاهده منه أو يمكن تتخلق منه أفكار لعروض جديدة حتى تكون عروض عالمية بينات يعني جنسيات مختلفة. وهذا حتى نشاهده في السينما في المسرح. هذا التواصل مهم كثير، حلو إنه يكون موجود. هناك جائزة اسمها إنجازات مدى الحياة، هذايا باش تقدموها السنة. نعم. وقررت أن تقدم الجائزة إلى جورجيت جبارة. بالضبط. علاش؟ لماذا؟ يعني جورجيت من الناس اللي أسسوا واللي يعني فينا نقول ناضلوا وكافحوا بوقت أو بأوقات كتير صعبة مرقت بلبنان، وخلوا فكرة الرأس، خلوا فكرة اللي يمكن حتى مش الرأس ما بدنا نحدد كتير بس الثقافة بشكل عام يستمر. يعني سنة الماضي كان عنا هذه الجائزة تقدمت لأستاذ كمان عبد الحليم كراكلا، وحابين يعني هيك مثل لفتي مثل شكر أو تقدير لهالإنجازات اللي قدموها. نعم. عمر، يعني في دائما فكرة نمطية عن الرقص مثل ما حكينا بالبداية انه ما بيقدم جديد، وخاصة انه المحطات التلفزيونية بتعج بالبرامج تبعت الرقص اللي من غير قضية معينة. عجبني كتير بحكيك بالبداية انه كنت قاعد عم تحكي انه لا، هو بيعالج قضايا اجتماعية كتير مهمة. في ثيمة معينة لكل سنة؟ يعني في قضية مثلا انتو عم تعالجوها بالرقصات لهي السنة؟ مزبوط. هلا يعني بس بدي اقول شغلي انه يعني انا بشوف العكس، بشوف انه الرأس موجود كتير بحياتنا بكل شيء بنعمله موجود هيدا الرأس، ومع مثلا ما عندي مشكله بالبرامج اللي بتصير على التلفزيون احيانا، هول البرامج بدي اقول هيك بكلمه السخيفه، يعني البرامج السخيفه اللي ممكن اللي بتقارب الرأس من طريقه مختلفه ليلى يعني موجودين، ويمكن هولي بيخلقوا نوع من حشرية عند الناس ليرجعوا يبحثوا أكثر، يعني هو مثل مدخل فليكن يعني كمان. نعم. ما فينا نجي نقول لازم نعمل هيك وما نعمل هيك، الناس بتقرر وين بدها تروح وشو الشغلات اللي بتهمها. نحن لنرجع لموضوع التيم للمهرجان، بآخر ثلاث سنين جربنا نروح على المحل. طبعا المهرجان صعب انه ننظمه ببيروت على كتير مستويات، فمنجرب كمان ما كتير نحصر حالنا بثيم، لانه ما عندنا القدره الكبيره انه نسافر نشوف عروض، يعني وقت يكون في كل ما نحدد كل ما يكون في بحث اكثر. فعم نجرب نلاقي نوع من ثيم عام مثل موضوع السنه. سنه الماضيه كنا عم نروح اكثر على فكره المسؤوليه أو يعني كيف نحن من كيف منتعاطى مع الأمور اللي عم تصير من حولنا اليوم، أمور رهيبة يعني وأحيانا بتكون مؤلمة ومزعجة، فكيف كمان فينا نتعاطى معها، أنه كيف ممكن راقص أو فنان
أو حتى أي إنسان عادي يتعاطى مع صور أو مشاهد صعبة كل يوم عم نشوفها ونكفي حياتنا بشكل طبيعي. السنة اللي قبلها كان في فكرة الأكتيفيزم، فكرة يعني الحراك، التحرك، الرفض بالضبط. نعم. يعني هذه فكرة السنة الماضية، فكرة يعني دايما نجرب. فكرة المسؤولية هي في كلمة كبيرة وكتير حلوة، يعني لأنه عم نعيش لمبالاة يعني بالمجتمع، يعني من الكبير للصغير. هيدا على فكرة هيك نمرق شغلي كمان، هو موضوع العرض الجديد اللي عم نشتغله. نعم. اللي رح نفتتحه بأيلول بروما. نعم. حلو برش كتير مهم. بايبود بالنسبة للسنة الجاية، وهذا يخليني أكيد أنه نسأل عليه للسنة الجاية، ماذا يمكن أن يكون التيم بتاعه أو فكرته عامة؟ يعني هو في تحدي كل سنة أنه شو ممكن نعمل السنة اللي بعدها، لأنه دايما منجرب نجدد، منجرب نطور، منجرب يعني كمان الجمهور نقدم لهم دايما أفكار جديدة، عروض جديدة. الرقص المعاصر بيساعدنا بهذا الشيء، لانه ما في نوع من منه محدود، هو اكثر في حريه للشخص او المجموعه اللي عم يخلقوا العرض انه يروحوا، منهم مقيدين بحركه او بضوء او بنص. فدايما في افكار جديده، دايما في ناس خلاقين، وهذا شغله كثير عظيمه. نعم. بتخلي لنا حياتنا كمان فيها اسئله اكثر. نعم. فبس صعب طبعا، صعب كل سنه شو، والمهرجان بياخذ جهد كثير كبير. نعم. يعني على السنه واكثر، لانه نحن في فرق يعني اوريدي نص برنامج السنه القادمه موجود، لانه في فرق مضطرين نحن نتصل فيها قبل بسنتين واحيانا ثلاث سنين كمان. نعم. نعم. عمر، هيك حكينا عن المهرجان بشكل عام وعن الراقصين، بس بدنا نحكي عن المدربين للراقصين. خلينا هيك نعرف بس انه هلا اشخاص اللي عم بيقدموا الدعم الجسدي المعنوي النفسي لهالراقصين، خبرنا عنهم اكثر لنعطيهم شويه حق. يعني هن المدربين، فينا نقول بمعنى الناس اللي عم يخلقوا العرض أو الكوريغراف. في شيء كتير كتير حلو، هو يمكن بنفس كمان الموضوع اللي عم نحكي، هو قدي في نوع من يمكن أحيان بيكون شغف عند هول الناس لنسأل أسئلة، لأنه يعني كمان ممكن يكون الرقص شغلة سهلة وبتتحول لشيء ممكن إذا عم يتكرر بدون مضمون بيصير بزهق كمان، يعني إنه طيب. بفوت الواحد بيحضر دقيقتين وخلص إنه شاف هول الأشياء طيب ومتعبين، بيصير نوع من ترفيه فينا خمس دقايق وبيروح. نعم. فكمان هول الناس اللي عم يخلقوا مضمون أحيان منفوت على عرض، يعني في عروض أنا شفتها من اللي عازمين على المهرجان حضرتهم قبل ما نعزمهم، يعني طبعا ما في الشخص يشيل نظره عن المسرح، يعني وبيمرق الوقت ما بنحس انه مرق مع يعني في نوع من هيك اندماج كتير مهم وكتير وهو المطلوب. يعني أكيد، وكل التوفيق لك عمر راجح، مؤسس مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر، وشكرا على الإضافة بالمعلومات. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا شكرا. هلا أنا وأنت وين بدنا نروح؟ أمين، وين تحب نمشي؟ أكيد إلى فاصل. يلا نرتاح شوي نرجع. إذن مشاهدينا، فاصل قصير، نتابع بعده أسبوع رنين للقصة المسموعة، انتظرونا. تحية صباحية متجددة. سنتعرف على مؤسسة أردنية تعنى بإيجاد منظومة تعليمية متكاملة تركز بشكل أساسي على مهارة الاستماع لدى الأطفال في ظل هيمنة وسائل الاتصال المرئية التي قد تضعف مهارات التواصل لديهم. صحيح. وعد تعمل مؤسسة رنين على توظيف الفنون السمعية والبصرية والأدائية في المناهج التدريسية وتطوير قدرات الطفل والعاملين معه على حد سواء. نستضيف معنا مؤسسة مديرة رنين روان بركات مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم وصباح الخير.
روان بالبداية كيف بتساهم رنين بإيجاد جيل واعي بيمتلك المهارات الضرورية بالحياة خصوصا مهارات التواصل والتفكير الناقد والوعي بالذات؟ يعني احنا برنين عندنا مجموعه من البرامج والادوات اللي بنستخدمها لنزيد قدره الجيل انه يكون واعي بما يحيطه، واعي بذاته، ينمي مهارات التواصل، كوننا بنركز على القصه المسموعه لننطلق منها لعده امور، بنآمن اذا الطفل سمع الاخر من هون بلش تنمى عنده مهارات التواصل، الطفل اذا بدأ يحلل القصة ويتفاعل معها ويستخدم مهاراته بالتفكير الناقد رح تنعكس عليه بشكل عام بسلوكه بأدائه اتجاه الأمور. إذا تعرض لمشكلة معينة سيكون قادر على تحليلها والتعامل معها وإيجاد حلول إلها. نعم. طيب سيدة روان عم تحكي عن القصة المسموعة وأنتوا بمؤسسة رنين عملتوا أسبوع وطني للقصة المسموعة، خبرينا عنها لو سمحتي وما هي القيم التي ينادي بها هذا الأسبوع؟ هلأ بالحقيقة أسبوع رنين للقصة المسموعة سينطلق يوم 20 نيسان، رح ينقسم لجزئين، رح نركز على تنفيذ مجموعة من جلسات الاستماع التفاعلية بأكثر من 55 نحو 57 مدرسة بثمان محافظات بالمملكة الأردنية الهاشمية، بتركز على أنه الأطفال يستمعوا يعبروا عن ذواتهم من خلال الفنون المختلفة، ورح ننفذ خمس فعاليات مسائية عمان مادبا الكرك ومخيم صوف الموجود بجرج، بنركز على جزئيتين مهمين، رفع الوعي المجتمعي بأهمية الكتاب الصوتي كطريقة للتعرف والمعرفة وأهمية مهارة الاستماع من أحد المهارات المهمة والضرورية كمهارة تواصل أساسية. القيم اللي بنركز عليها عدة قيم لها علاقة بتقبل الذات، تقبل الاختلاف، التسامح، حل النزاعات بالطرق السلمية، رفض الظلم والاستبداد، العدالة، الانتماء للوطن. يعني هم عندنا 35 قصة مسموعة لحد هذه اللحظة، فكل قصة رح نتناولها أثناء أسبوع رنين للقصة المسموعة رح تعزز قيمة. فهذا الأسبوع رح نكون بصدد إطلاق مجموعتنا القصصية السادسة واللي رح تكون أكبر مجموعة بالنسبة لنا كونها ستضم 17 قصة مسموعة لكتاب عرب مختلفين من الأردن، من سوريا، من مصر، من يعني من عدة دول عربية مختلفة. نعم. طيب ومن هون أنا بدي أسألك أنه كيف يعني بتعتقدي أنه القصة المسموعة ممكن أنها تطور من قدرات الطفل ومهاراته الحسية والفكرية وشو الهدف منها؟ مهم جدا القصة المسموعة وخاصة اللي بتنتجها رنين لا تتوقف على قصة يقرأها راوي واحد بل تتعدى إلى مجموعة من الممثلين، بعض القصص تصل لعشر ممثلين محترفين مع موسيقى ومؤثرات صوتية. ولما نحكي هون موسيقى احنا مش عم نحكي عن موسيقى بس تزيينية، لا هي موسيقى تحفز المخيلة تخلق جو عام سمعي عند الطفل، المؤثرات الصوتية بتقود الطفل لعالم من التخيل. وإحنا لما بنحكي قصة مسموعة كيف بتبني مهارات حسية، هي بتعزز مهارة الاستماع تحفز المخيلة عند الطفل، ولما نقول قصة مسموعة يتبعها نقاش مدروس فبالتالي هي بتنمي مهارات أخرى لها علاقة بمهارات الحوار والتواصل والتفكير الناقد عند الطفل وزيادة قدرته على التركيز. وهي واحدة من الأشياء اللي فعلا أطفالنا بيفتقدوها بالوقت الراهن، بده يعمل 16 شغلة مع بعض كل الأشياء اللي بيشتغل عليها بصرية، فلما أنا بعزز عنده المهارات السمعية والاستماع عم بزيد قدرته على التركيز.
نعم. طب ما هي الفئات العمرية التي تستهدفونها؟ وبما أنه يعني هذه المجموعات القصصية ممكن يستفيد منها الأطفال من يلي عندهم مشاكل بصرية وغيرهم، وين كان الإقبال أكثر؟ هل لقيتوا أنه عم تستفيد الفئة يعني يلي ما عندها مشاكل بصرية؟ سؤال مهم. هلا بالنسبه للفئات العمريه، احنا بنستهدف الاطفال من عمر 5 سنين لحد 15 سنه. البرنامج بيستهدف كل الاطفال على حد سواء، سواء كانوا ذوي اعاقه بصريه، سواء كانوا اطفال من غير ذوي الاعاقه على حد سواء. بالنسبه للاطفال ذوي الاعاقه البصريه، نحن عم بنامن فرصه القراءه بطريقه مختلفه لهؤلاء الاطفال، لكن لباقي الاطفال نحن عم نستخدمه كأداة تعزز وتبني مهارات، فبالتالي كل الأطفال عم بيستفيدوا بطرق مختلفة من الموضوع. فبالعكس الطفل مثل ما قلت لكم من غير ذوي الإعاقة هو عم تتنمى عنده مهارات وتتعزز، والطفل من ذوي الإعاقات البصرية بتتوفر له فرصة القراءة كأي طفل آخر. وعادة إحنا برنين كل مجموعة قصصية تنتج نذهب إلى مدرسة المكفوفين ونقوم بتوزيع مجموعة لكل طفل. وبالوطن العربي إذا أي طفل كان كفيف طلب منا المجموعة فهي تؤمن له مجانا من ضمن مسؤولياتنا المجتمعية كرنين اتجاه المجتمع. الأطفال المكفوفين تقدم لهم هذه المجموعات مجانية، ولا تقتصر على المدرسة بل بتكون له نسخة مجانية بيقتنيها بمنزله حتى يكون قادر على الاستماع إليها بأي وقت هو رغب. نعم. يعني كنت حابة أسألك عن منجزات رنين بشكل هيك يعني أكبر، وهل وسعت المؤسسة أعمالها لتخدم يعني فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، بس مش عم نحكي بس أنه الأشخاص يعني اللي فقدوا بصرهم. تمام، خبرينا. صح. هلا انا رح احكي بشكل سريع عن منجزاتنا، ورح اخص منجزات اسبوع رنين للقصه المسموعه طالما عم نحكي عنه. احنا قدرنا ندرب اكثر من 160 معلم خلال 10 اشهر، وهدول ال 160 معلم دربوا نحو 100 معلم، اقاموا اكثر من 600 جلسه استماع، استفاد منها نحو 6000 طالب وطالبه بمختلف مناطق المملكه، زرعنا 57 مكتبة صوتية برضو خلال نهاية 2017 وبداية 2018 بمختلف المناطق، وبصدد إطلاق مجموعتنا القصصية السادسة اللي خبرتكم عنها. نعم. يعني مؤسسة ومديرة رنين روان بركات، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي وفيتنا بها. شكرا لك. شكرا لكم. والآن وعد، خلينا نروح لمطبخ صباح النور والشيف وليد وولا أشهى. صباح النور مشاهدينا. رح نبلش معكم بالأطباق اللي كنا قلنا حنطبقها اليوم. حنعمل أول شيء الدجاج مع الخضرة. حطينا الزيت على النار، نتركه ليحمى مزبوط، حط فوق منه البصل مقطع جوانح، هون كتير مهم انه يكون الزيت حامي كرمال البصل ما يبق المي تبعه، بتصير كأنه عم ينسلق سلق. انا بدي اقلي البصل تقلية، عنا الدجاج المقطعه أصابع مثل الشاورما، عنا الفليفلة الملونة، أنا مستعمل الأخضر والأحمر، فينا كمان أكيد نستعمل الأصفر. حطينا البصل، رح حط الفليفلة، منقليهم مع بعض.
هلا بعد ما بلشوا يستوي شوي رح حط الدجاج فوقهم، ملح، بهار، كمان حاستعمل فطر وذره. بعدين حارجع استعمل مرقه الدجاج. اذا ما كانت موجوده عندي مرقه الدجاج، في هيدا الدجاج بدل ما اقلي اسلق وسلق على النار، يعني حط مي، حط الدجاج بقلبه، اتركه تا تبلش تطلع الزفره على وجهه، شيل الزفره عنهم وارجع حط له البقى العطريه اللي هي كرات كرابس، بصل، جزر، حسب شو عندها ست البيت. وبعد ما يغلوا ويخلصوا الدجاجات بصفي وبستعمل المي تبعهم. وعم نشوف المقادير على الشاشه هون، عم نقليهم. الذره والفطر ما بدهم كثير وقت، كمان هيك ححط الدجاج قبل. حطينا الدجاج، حط الملح. اذا كنت بمرقه الدجاج مكتر الملح، ما بكتر الملح هون كرمال ما تطلع الاكله مالحه. شويه بهار، يفضل استعمال البهار الابيض على طول بالصلصه البيضاء. نخلطهم كلهم سوا. هلا انا هون مستعمل فطر المعلب، فينا اكيد نستعمل الفطر الطازه. اهم شيء نرجع نذكر، اذا بدنا نستعمل اي شيء معلب اهم شيء نرجع نغسله مزبوط من المواد الحافظه، نغسله بشويه مي وملح، نغسله مزبوط، نرجع نغسله بمي بلا ملح. كمان بنذكر ست البيت لما بتروح تشتري اي شيء معلبات، ما تشتري اي شيء من المعلبات اللي بتبقى مطعوجه او في عليها اثر للصدى، لان اذا كانت مطعوجه ممكن يكون فايت الهواء على قلبها، واذا فات الهواء على قلبها يعني في بقلبها صار بكتيريا. هلا بهذا الوقت كمان حاطط مي على النار، بدي احط الرز اللي منقيه قبل ومغسله. الرز كل كباية رز بدها كبايتين مي، انا عم بسلق الرز سلق. كمان لما تكون الطبخة صلصة بيضة افضل يكون الرز ابيض، يعني مش مع شعيرية. بنحط ملح، بنحط شوية بهار. هون بكون شوي، فينا اذا بدنا يكون الرز في طعمة اقوى في استعمل بدل المي كمان مرقة الدجاج. هون الدجاج بلش ياخد نار. أنا بهذه الطريقة قليت الدجاج تقلية، صرت عم باخذ طعمة الدجاج كلها بقلب الطبخة. رح حط الفطر. خليها تتقلب مع بعضها. كمان انا مقطع الدجاج بهذه الطريقه كرمال ما تعود تاخذ كثير وقت على النار. رح نحط الذره. هلا اذا في حدا ما بحب الذره بقلب الاكل اكيد فينا نستغني عن الذره، يعني بس نستعمل بصل وفليفله والفطر. عم نقلبها كلها سوا لتاخذ شوي الحرارة. برجع بذكر أهم شيء إذا عم نسلق الدجاج نعرف بالطريقة اللي بدنا نسلق الدجاج فيها تنستعمل المي تبعها، لأن إذا زنخ معنا الدجاج وزنخت معنا المي أكيد حتطلع الطبخة كلها منا لا ريحتها طيبة ولا طعمتها طيبة.
هون الرز بلش يغلي منغطيه ومنخفف علي النار. صار فيه حط مرقة الدجاج واخر شيء رح حط بعد ما تغلي مع مرقة الدجاج مظبوط وتستوي الدجاج ححط اخر شيء الكريمة الطازجة معه بتركها تغلي مظبوط بدوق الملح والبهار تبعها. هلا اذا بدنا الصلصة تكون شادة اكتر فيي لما قليت انا الخضرة مع الدجاج حط ملعقة طحين معه اخلطها كلها سوا وارجع حط المرقة. هلا لما تبلش تغلي مثل ما قلنا رح نرجع نزيد الكريمة. حجيب غطيها نكسب وقت اكتر بهيدي الطريقة. هون الرز مثل ما شفنا بلش يغلي منوّس النار. هلا بالفقرة الثانية حنعمل سلطة الكسكس. الكسكس هي عاملها أنا كسكس مع زبيب، يعني منحط كباية الكسكس منحط معها شوية زبيب شوية ملح وشوية بهار. كل كباية كسكس منحط لها كبايتين مي سخنة، ما في مشكلة إذا كانت حتى كانت المي عم تغلي، بحطها فوق منها وبغطيها بورق نايلون مزبوط بقطع الهواء عنها، بدي خليها تستوي على البخار تبع المي، بتركها تقريبا نص ساعة وبتطلع معنا مستوية بهذه الطريقة. هلا كمان رح نرجع نشوف كيف رح نطبقها. أكيد بدها حاستعمل أنا معها خيار، البندورة الكرزية، نعنع، ملح وبهار وزيت وحامض الصوص حتكون تبعها. في اكيد ضيف عليها الفجل، في ضيف عليها الارتيشوكه، في ضيف عليها البقدونس، كثير طيبه بس انا حبيت استعملها بهذه الطريقه تكون الطعمات تبعها كثير خفيفه. هون بلشت المي تسخن، حنرجع كمان نعمل الفوندون بالموز. الفوندون بالموز طريقة كتير سهلة وكتير طيبة تتحضرها ست البيت إذا إجا فجأة لعندها حدا على البيت فجأة. نرجع أكيد بنشرح بعد البريك أو بعد باقي الفقرات بنشرح عنها بشكل أوضح. رح نرجع معكم تابع باقي الفقرات وأكيد بنرجع لوقفة تانية. شكرا لك شيف، وبالتاكيد لنا اكثر من وقفه معك لنلاحق يعني طريقه تقديم هذه الاطباق. وهلا انا وانت وعد بدنا نروح لفقره اخرى وخبر مع خبر مع امين. يصبح نور مره اخرى، مرة هذه الأخبار تونسي 100% وأخبار انتشر بدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام اللي فاتوا. تونس وإن تركتها تبكي أما إذا قررت البقاء تندم، هي بالفعل معضلة تونسية. كان هذا عنوان مقال نشر على موقع أفريكا مانجر وهو بالأساس تدوينة لفيزا جراتي. هي مواطنة تونسية لم تكن تعلم قبل نشرها لما كتبته أنه سيلقى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشرت بين مستخدميه وحتى تناقلها البعض كرسائل. كل هذا لم يكن محض صدفة، فهو تعبير وصورة عن مجتمعنا في تونس الذي في وقت قياسي هاجر منه العديد من الشباب في السنوات الأخيرة، إما حرقة وهو ما يعبر عنه بالهجرة الغير شرعية أو سفرا عاديا بحثا عن تحقيق مستقبل أفضل. وتحتل تونس الآن المرتبة الثانية بعد سوريا في هجرة الأدمغة والكفاءات. وركز المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية مؤخرا على مسألة هجرة المهارات التي لا تزال موضوعا ساخنا في تونس. وعلى ضوء هذه الدراسة تبين أن 78% من المستطلعين عبروا عن نيتهم مغادرة البلاد إلى وجهات أكثر جاذبية في المجال المهني والعلمي والتعليمي. وتواجه تونس صعوبة كبيرة في الحفاظ
للحفاظ على إمكانياتها العالية والحد من ظاهرة هجرة الأدمغة. وهذه ظاهرة ليست جديدة، ولكنها اتخذت في السنوات الأخيرة أبعادا مثيرة للقلق، كما صرح يوم الخميس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي سليم خلبوس في حوار مع إذاعة خاصة تونسية بأن عدد الكفاءات العلمية التونسية الذين كانوا يعملون داخل أرض الوطن وخيروا لسبب ما الهجرة عددهم 8500 كفاءة، منهم 10% من النساء. ووفق ما صرح به خلبوس أيضا خلال ملتقى حول هجرة الأدمغة التونسية، فأنهم يتوزعون إلى 2300 أستاذ باحث ومثلهم مهندسون، إضافة إلى 1000 طبيب وصيدلي و450 تقني. من جهتها أكدت رئيسة الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا سمر الواتي عن وجود قرابة 85000 كفاءة علمية تونسية غادرت البلاد، من ضمنهم شباب تخرج حديثا من المؤسسات الجامعية، أكيد بحسب تصريحها. كما ورد في تدوينة فايزة أيضا أن بلدنا تونس هو وجهة سياحية محببة للعديد، وتقول أخيرا في تدويناتها: إنها بلدنا، لكن لا أحد يعترف بها، لا أولئك الذين غادروا ولا أولئك الذين بقوا ولا أولئك الذين عادوا. إلى اللقاء، وأعيدين يا تونس بين أحضانك. هذا بالفعل خبر صراحة أنا حبيت أنه نشاركه معاكم، حبيت أنه ننقله، لأنه هذا يعبر على فكرة كاملة موجودة عند الناس في تونس. وهي الإنسان على فكرة ما هيش شخص معروف أو ما هيش صحفية وما عندها حتى علاقة، معناه أنه كتبت فقط عبرت على رأيها أنه ان ديليم بروبرمون تونيزيان، يعني هي معضلة تونسية، فكرة أنه هالبلد هذا إذا قعدنا فيه نندمو، إذا خرجنا أنه نشتقوله ونحبه نرجع، معناه فحايرين الكلنا. وبالفعل هي مع الأسف السنوات الأخيرة شهدت هجرة كبيرة لكل الشباب في تونس. نعم، يعني للأسف أنه هاي المعضلة هي مش بس موجودة بتونس، هي موجودة بعدد كتير كبير من الدول العربية. وحتى يعني للمتابع بالذات يعني وضع تونس، كنا بنشوف من سنة الماضية وهن قاعدين عم بيضووا كتير على موضوع هجرة الأدمغة، وخاصة الأطباء والمهندسين والناس اللي يعني لهم قيمة كبيرة فكرية بالمجتمع. للأسف يعني الموضوع شائك كتير، له علاقات اقتصادية، له علاقة بالأوضاع الاقتصادية، وله علاقة كمان بالتحولات اللي صارت كمان يعني بتونس بالفترات الأخيرة. ولكن حبيت كتير أنه ضوي على شغلة، أنه قديه الصدق بالتعبير مرات عند بعض الأشخاص بيخلي الكلام تبعهم يوصل لأكبر عدد صحيح. من الناس، ربما لأنه عم بنعاني إحنا بمجتمعاتنا من هيك هو كتير كبيرة، يمكن حتى من الطبقات إن كانت العليا بالمجتمع السياسية أو حتى طبقات يعني الاجتماعية اللي موجودة، عم بنلاقي أنه الناس مش عم بتعبر عن ما يشعره الأشخاص الآخرين. يعني هالبنت الصبية اللي حكيت عنها هي شخص مش مشهور، ولكن هالكتاب اللي كتبتها لأنا كنت كتير صادقة بتعابيرها وصلت لعدد كتير كبير من الناس، وحسوا حالهم أنه هني معنيين فيها كتير. صحيح. يعني مثل ما قالت تبا أنه هذه مشكلة مشتركة للأسف بكل دولنا العربية، يمكن دول شمال أفريقيا، تونس، المغرب، مصر كتير فيها هجرة وهجرة أدمغة، في دول أخرى مثل يعني لبنان والأردن وغيرها بتصدر كتير شباب ومواهب وأدمغة، وأيضا تستقبل الكثير من اللاجئين والمهاجرين أيضا. فمشكلة رغم أنه في وعي على خطورتها الكبيرة، ولكن ما زلنا ما عم نشوف عمليا خطوات حكومية لاستدراكها وتدوركها. كمان أنا بدي أشير لشغلة صغيرة، أنه للأسف أكيد في هجرة للأدمغة ما عم نستفيد منهم، ولكن أيضا الأشخاص يعني المواطن العربي وصلت فيه أنه يطلع بقارب بوسط المحيط بس يفتش على فرصة بالحياة. وقتها صار في عدة حوادث بلبنان وبسوريا، أكيد كتير عدد كبير من اللاجئين قادوا في البحر يعني بظروف هيك لا إنسانية، وقتها لجأوا إلى الهجرة الغير شرعية وانسألوا، فقالوا أنه نحن هيك ميتين هون، فبالبحر يمكن نعيش. صحيح. للأسف يعني. هي مع الأسف هالأوضاع هذه معناها جد محزنة للأسف. يعني سوريا تعاني عندها مدة من هالأوضاع هذية، ولكن يمكن الاستغراب اللي صار في شمال أفريقيا وفي تونس، لأنه تونس ما عانتش أوضاع خطيرة جدا بعد الثورة. نعم. يعني أنه الحمد لله ما كانتش الأوضاع مأساوية إلى درجة كبيرة، ما كانش فما حرب، ولكن
مع الأسف أنه كل عائلة صار عندها شباب خارج تونس. ولكن لما يكون في شاب موهوب صحيح. وعنده مؤهلات كبيرة ما عم يقدر يستثمرها ببلده، وهذا كمان يعني محاولة قتل لموهبته ولقدراته. لهيك لازم الدولة يمكن تركز على موضوع أنه تشجعهم على أنه يرجعوا يستثمروا يعني جوا بلدهم. أكيد. إن شاء الله هذه أكيد رسالتنا إلى تونس ورسالتنا إلى الشعب التونسي أكيد، أنه كما قالت فايزة في آخر تدوينتها عيدينا يا تونس بين أحضانك، فأحنا أكيد راجعين لتونس. أنا منهم يمكن الشباب هذوما اللي خرجت من تونس، وإن شاء الله أكيد أنه صالة سنرجع قريبا إلى تونس، وأكيد أنه على الأقل تستثمر تونس بقدراتنا وبطاقاتنا لكل الشباب، وحتى إن شاء الله يا ربي الوضع يتحسن إلى أكثر. شكرا لكم مشاهدينا، الآن إلى فاصل قصير نتابع بعده باقي فقرات صباح النور، ابقوا معنا. صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، صباح النور مرة أخرى. صباح النور يا هبة، صباح النور. والآن سنذهب أنا وأنت إلى موجز جديد للأخبار السياسية ومقالات اختارتها لنا الزميلة رويدة أبو عيد وفقرت مع الخبر. شكرا لك هبة، أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذا موجز لأهم الأنباء. الدفاع المدني في دوما يعلن أن 150 مدنيا قتلوا وأصيب المئات بحالات اختناق جراء استهداف النظام السوري للمدينة بصواريخ يرجح أنها تحوي غاز الكلور السام وأخرى تحوي غازا يرجح أنه غاز السارين المحرم دوليا بحسب الأعراض الظاهرة على المصابين. كما نفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري وروسيا عشرات الغارات استخدمت فيها القنابل العنقودية المحرمة دوليا. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نورت تقول إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي مزعوم في دوما في سوريا مروعة، وإنها إذا تأكدت ستطلب ردا دوليا. مصادر في قطاع الصحة الفلسطينية تعلن وفاة صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يغطي الاحتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى في جمعة الكاوتشوك إلى 10. وأثار الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات انتقادات عدة من منظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم فرنسا بتشجيع من وصفهم بالإرهابيين باستضافتهم في قصر الإليزيه، وذلك وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية. الشرطة الألمانية تقول إن رجلا قذف حافلة صغيرة نحو مجموعة من الناس كانوا جالسين خارج مطعم في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين ليقدم بعدها على الانتحار بإطلاق النار على نفسه. الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا يسلم نفسه للشرطة بعدما كان لجأ لمقر نقابة عمال الصلب رفضا لقرار قضائي بتوقيفه بتهمة الفساد واصفا القرار بالجريمة السياسية. والآن نبدأ مشاهدين جولتنا على الصحف العربية المختارة، ونبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال بعنوان إيران وضرورة استعادة ثروتها أو ثورتها المسروقة للكاتب ماجد الشيخ. يصف الكاتب بداية إيران بالنظام الشمولي الاستبدادي الذي ابتدع نهجا ديكتاتوريا يقوم على فكرة الولي الفقيه المطلق الصلاحيات، إضافة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية مغرقة في التخلف. وإذ يوضح الكاتب أن الهبة الجماهيرية الأخيرة كشفت زيف ادعاء النظام بأنه برلماني، يضيف ناقلا عن المعارض الإيراني مهدي كروبي قوله: إن على الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تحمل مسؤولية الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تواجه إيران بدلا من إلقاء اللوم على آخرين. ويعرض الكاتب في مقاله الحالة التي وصل إليها المواطنون الإيرانيون، بحيث يضرب مثلا عن الطوابير الممتدة من الفقراء الذين يريدون بيع كلاهم في وقت تستفيد فيه طبقة من السياسيين والأغنياء من سياسات الدولة، الأمر الذي أرسى صورة النظام القائم على التمييز العرقي القومي المذهبي. ويتابع: وآخر سرديات القمع التمييزي ما جرى في الأهواز أخيرا حين شن الأمن الإيراني هجوما على المتظاهرين الذين خرجوا أياما متتالية احتجاجا على العنصرية المعادية للعرب وسياسات التمييز والاضطهاد القومي ضدهم.
ويختم ماجد الشيخ مقاله بشرح سياسات النظام الإيراني ضد المناطق العربية في طهران، بحيث يعمد إلى إجراء تغييرات ديموغرافية في إقليم الأهواز للغالبية العربية، وذلك بإسكان المهاجرين مكانهم وأعطائهم كل المناصب على حساب العرب، خاتما بضرورة إجراء التغيير والثورة. والآن ننتقل إلى مقال لي عمار حمو في موقع المدن الإلكتروني بعنوان: هل راهن جيش الإسلام على ورقة تفاوضية خاسرة؟ يتحدث فيه عن المفاوضات التي خاضها جيش الإسلام مع الجانب الروسي لتحسين شروط التسوية، رافضا استنساخ الاتفاقيات التي جرت مع أحرار الشام وفيلق الرحمن في الغوطة، وتحديدا في شقها الذي يقول بخروج المقاتلين إلى الشمال السوري. ويضيف أن مصدرا في جيش الإسلام نفى استهدافه لمناطق النظام، مشيرا إلى أنهم التزموا وقف إطلاق النار طيلة أيام المفاوضات، واعتبر جيش الإسلام أن قصف مدينة دوما هو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في المفاوضات الجارية. ويتابع الكاتب شارحا الأسباب التي أفضت إلى خروج المدنيين من الأقبية إلى بيوتهم ومتابعة حياتهم اليومية، ثم جاءت ضربة النظام حاصدة أرواح العشرات، وهو أن جيش الإسلام طمأن المدنيين بما كان يعتقد أن المفاوضات كانت تجري نحو الأفضل. ويضيف يبدو أن موقف جيش الإسلام في المفاوضات يستند على ورقة تفاوضية لم يفصح عنها، وأعلن قياديون في الجيش خلال المفاوضات الماضية عن وجود دول ضامنة تضغط على النظام وروسيا للخروج بحل سياسي يرضي الأطراف. ويختم حمو مقاله ناقلا عن مصادر مفاوضة من مدينة دوما أن التفاوض كان يجري بوجود ألمانيا كدولة ضامنة، إضافة إلى مندوبة المبعوث الدولي إلى سوريا، إلا أن خرق النظام لوقف إطلاق النار على دوما قد يكون مؤشرا إلى أن ورقة جيش الإسلام التفاوضية قد تكون بعودا دولية لا تلتزم بها تلك الدول. ومع هذا المقال نختم مشاهدينا جولتنا اليوم على الصحف العربية، شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، نلقاكم بعد أقل من ساعة لنتابع آخر أخبار القصف على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، كونوا معنا. أما الآن فعودة إلى الزملاء. شكرا لك رويدة، والآن سننتقل أنا وأنت أمين إلى يعني قريب مش قطر. محل بعيد قطر. فتحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد الثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، انطلقت مؤخرا فعاليات الاستوديو المفتوح الذي يعد منصة تشجيعية للفنانين من مختلف المدارس الفنية والثقافية للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم من خلال عرض أعمالهم أمام الجمهور. كاميرا صباح النور تجولت في أروقة مبنى مطافئ وأتتنا بالتقرير التالي مع زميلة وهيبة بوحليف، نتابع. من الفنانين القطريين والمقيمين التقوا في أمسية الاستوديو المفتوح لعرض أعمالهم الفنية التي تناولت مواضيع مختلفة حسب ميول واهتمام كل فنان. طبعا المطافي مقر الفنانين هو برنامج إقامة فنية لعشرين فنان، نصهم قطريين ونصهم مقيمين في قطر. اليوم عندنا احنا استوديو المفتوح، هذا الاستوديو المفتوح هو عبارة عن فعالية نعملها ثلاث مرات خلال الإقامة الفنية. الإقامة الفنية تستمر 9 أشهر، فأول ما يجي الفنان هنا في بداية شهر 9 يبدأ يستقر ويرتب أموره، بعدها نعمل استوديو مفتوح. يعد برنامج الإقامة الفنية من البرامج الرئيسية لمطافئ قطر، وهو المكان الذي يلتقي فيه هؤلاء المبدعون يوميا لاستعراض أفكار جديدة فنية وتبادل الخبرات في فنون النحت والرسم والنقش على الخشب وفنون أخرى مبتكرة. قطر فيها نهضة فنية، أنا أشوف أن الفن القطري
أكثر فن في المنطقة في الخليج خلنا نقول، يعني مر بمراحل عديدة، عندنا impressionists، عندنا cubists، عندنا الزيني اللي هو ركز على progressive nostalgia، يعني كان في كذا direction. بوصف نفسي من فنان متعدد شوية لأني بشتغل بكل الميديومز، يعني جسم الإنسان والجلد بتاعنا ده حاجة بالنسبة لي مهمة جدا، يعني الجلد بتاع البني آدم هو أكبر عضو عندنا في جسم الإنسان، وفي ناس كتير ما بتعرفش إن هو عضو، هو أكبر عضو وأهم عضو، إن هو بيحمي جسمنا من كل الأشياء، من كل أي حاجة، من أي foreign material or anything. فمينلي my research البحث بتاعي بتكلم عن الجسم الجلد الإنسان، وإن الناس إزاي بتغير من الهوية بتاعتها خلال الجلد بتاعها. وعدنا مجددا بعد هالتقرير اللي كنا نشوف فيه اكيد من قطر، دائما زميلتنا وهيبه تبعث لنا تقارير حلوه ودائما تكون مواكبه لكل النشاطات اللي بالفعل تكون مقامه فيها قطر، وان شاء الله انا وياك ديما نتمنوا انه نحن نكون موجودين على الاقل نغطيوا حاجه او نعملوا حلقه مباشره. اكيد سعيد، انا تمنيت انه تكون معي في تونس، وان شاء الله قريبا تشوف تقارير تونس وتعجب بها. انا كنت بتونس ويعني تونس هي بالعروق موجوده دائما. شكرا يا هيبه. خلينا ننتقل الان لموضوع اخر يهم برشا نساء، وكثيرا ما تسأل المرأة الحامل عن مدى رغبتها في ولادة ذكر أو أنثى، وإلى جانب إجابتها دائما ما يقال المثل الشعبي إن شاء الله الخلاص وخلقة مثل الناس. صحيح، قريت صحيح. في الحقيقة لا أحد يشعر بكل كلمة من هذا المثل كالأم الحامل. نعم، تلك الأم التي تتوجس كل يوم من أن يكون لدى طفلها الجنين عند الولادة أي مشاكل أو تشوهات خلقية، وذلك على رغم إجراءها للفحوصات الدورية المطلوبة من قبل الأطباء. فما هي التشوهات الخلقية، وهل الفحوصات الدورية تكتشف كل أنواعها؟ للمزيد حول الموضوع نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور إياد فضلون، مدير مركز أو مراكز الرعاية الصحية باتحاد الجمعيات الإغاثية وفقرة قضايا. صباح النور دكتور. صباح النور دكتور، يعطيك ألف عافية. بداية خلينا نسأل، شو هي التشوهات الخلقية عند الأجنة؟ التشوهات الخلقية هي مو عند الأجنة بس، خلينا نحكي عليها، هي بشكل عام موجودة عند الأجنة وعند الولادة ما بيولدوا. هي أي تشوه خلقي بيصيب الطفل أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة مباشرة، بيسبب له إعاقة جسدية أو إعاقة عقلية بتعيقه عن متابعة حياته بشكل طبيعي. نعم. طيب دكتور، هالتشوهات هذه كيف يمكن اكتشافها معناها، أو هل من الممكن اكتشافها قبل الولادة مثلا؟ طبعا عدد كبير من هذه التشوهات ممكن اكتشافها قبل الولادة وأثناء الحمل إذا كانت الأم عم تتابع طبيا بشكل جيد. اللي عم يصير انه اغلب الامهات ما عم تلتزم بمتابعه الطبيه بشكل دوري بشكل شهري، ما عم تروح لعند مراكز طبيه متخصصه بشكل جيد، فلا يكتشف اغلب الامراض او اغلب التشوهات الخلقيه، ولكن ممكن اكتشاف اغلبها خلال فتره الحمل بضمن رحم الام. نعم. قبل الولاده. نعم، ولكن جزء اخر منها انه لا يتم اكتشافه حتى لو عملت جميع الفحوصات وجميع التحاليل. نعم. طيب خلينا لو بدنا نحكي عن يعني الحلول بالموضوع، اذا كانت الام بعدها حامل وبدها تفتش على حل لجنين عنده تشوه خلقي، في حلول عن طريق عمليات ممكن تجرى ببطنها؟ هلا نحن خلينا نبلش من المشكله اللي عم تصير قبل الولاد او قبل الحمل. نعم. اذا الام خططت للحمل بشكل جيد وراجعت الطبيب قبل الحمل وكان عمرها مناسب للحمل، بتحمل بشكل طبيعي، بتاخذ الفيتامينات المناسبه. نعم. بيكون وزنها مناسب قبل الحمل، تتابع طبيا بشكل جيد، تفحص على اجهزه ايكو جيده. اذا اكتشفنا انه عند الطفل في تشوهات ممكن نعالجها ضمن رحم الام. وخاصه نوعين من التشوهات الخطيرين، يلي هن اول تشوه استسقاء الدماغ
ممكن معالجته ضمن رحم الأم قبل الولادة. نعم. لأنه إذا تركنا الطفل لحد الولادة ممكن يولد طفل معاق عقليا أو تشوهات استسقاء الكلية. ممكن إجراء عمليات لها كمان ضمن رحم الأم وممكن علاجها، ومندخل نحن بالتنظير بنساوي عملية صغيرة بنفك استسقاء الكلية، لأنه إذا ولد وهو الكلية مستسقي عنده احتمال كتير كبير يصير في عند الطفل فشل كلوي بعد الولادة مباشرة، وفي عنا أطفال عمرهم أشهر للأسف عم يضطروا يساووا غسيل كلى. طيب دكتور، صراحة معناها احنا التشوهات هذه اكيد تختلف من حاجات اللي هي تكون عادة بنسبة قليلة الى نسبة كبيرة جدا، يعني هالتشوهات هذه بصفة عامة وقتاش نعرف اختلاف بينها؟ يعني وقتاش يمكن انه نعرف انه التشوه هذايا انه خطير. يمكن اي خطير لا يمكن العلاج منه، او فما حاجات اللي يمكن انه سهلة انه تتعالج حتى بعد الولادة؟ نحن بنركز كأطباء بعملنا مع تشوهات الأطفال، أهم شيء هو الاكتشاف المبكر. إذا الأم راجعت الطبيب بشكل دوري جيد، خططت للحمل بشكل جيد، اكتشفنا التشوه مبكرا فممكن نحن نعالج مبكرا. بعض حالات تشوهات مثل في عندنا تشوهات خطيرة جدا، غياب الدماغ، غياب الحوض، بعض التشوهات بنضطر نحن بنخبر الام انه هذا الطفل غير قابل للحياه، مضطر نساوي اجهاض مبكر للام. ولكن اذا اكتشفنا تشوه مبكر ممكن نخطط لعمل جراحي او شيء ممكن نساويه للطفل اثناء الحمل او بعد الولاده مباشره، لانه في تشوهات خطيره مثل مثلا مشاكل قلبيه او انسداد بالمري بمجرى الاكل او مشاكل بالكليه. احنا بنخطط لانه تولد الام بمستشفى مجهز ضمن طاقم طبي مجهز، فولد الطفل فورا سوينا له الاجراءات المناسبه. اما نحن اذا ولدت الام، وخاصه انا هلا بركز شوي على المجتمعات الفقيره، اذا ولدت الام بمستشفى غير مجهز او مكان غير مجهز او في المنزل، فممكن يولد الطفل نتاخر بعلاجه ويصير معه هذا التشوه مدى الحياه. نعم. وما نقدر نعالجه. بينما اذا اكتشفنا بشكل مبكر ممكن نحن نساوي شيء للطفل ونقدر نعالجه بشكل مباشر. نعم. طيب هيك اذا بدنا نحكي يعني بالتحديد عن بعض المشاكل، وخليني ابلش بشف الارنبيه عند الاطفال، وبنشوفها يعني موجوده عند كثير من الاطفال حديثي الولاده. خبرنا عنها اكثر، الام تكتشفها بالبطن ولا ما بتكتشفها؟ وبعد الولاده شو الحلول لها؟ صراحة الشفة الأرنبية هي أشيع تشوه خلقي. نعم. بصير عند الطفل، وهي من المشاكل اللي كتير كبيرة. العلاج للأسف ما فينا نبلش فيه فورا بعد الولادة، ولكن ممكن نكتشفه هو جنين بطن أمه. نعم. بيطلع الجنين لازم نحن نساوي له عملية جراحية، وهي نوعين. في عنا أطفال فقط بيكون الشفة عندهم شكل مثل شكل الأرنب، تشوه عيب خلقي ولكن تجميلي، ممكن نساوي عملية بسيطة ممكن يرتاح الطفل. التشوه اللي اكبر منه هو الشفه الارنبيه مع التحاق بغياب سقف الحنك بنسميه. فالطفل بيصير ما بيقدر يرضع، بيصير الاكل بيطلع من انفه للطفل، بيعيش بحاله مأساويه بسوء تغذيه كثير كبير، وما فينا نساوي العمليه بشكل مباشر، بدنا ننطر يا 3 شهور او على الاقل حتى يصير وزن الطفل 5 كيلوغرام. للاسف السبب الرئيسي بهذا التشوه او اشيع سبب بهذا التشوه هو ناتج عن تقصير من الام. لو كانت الأم أخذت الفيتامينات بشكل جيد قبل الحمل، وخاصة الفوليك أسيد، 90% الطفل ما بيصير عنده تشوه خلقي أو شفة الأرنبية بالذات. نعم. أشيع شيء هو الشفة الأرنبية، ثاني شيء أشيع تشوه وتشوهات القلبية. نعم. اللي عم تصير عند الأطفال بعد الولادة. يعني بصراحة لازم فحوصات دائمة بشكل دوري على الأقل، أنه الناس تبعد على هالمشاكل هذه الكل. طيب بالنسبة إلى الجهاز البولي عند الأطفال دكتور، هذه كيف يمكن مشكلة خطيرة؟ الجهاز البولي عندنا كثير تشوهات، ولكن الاشيع فيها حنحكي عليهم هو تشوهين عم نحاول نحن هلا كمنظمه انه نشتغل عليهم نعالجهم. التشوه الاول اللي هو الخصيه الهاجره، للاسف يعني هي منطقه تعتبر بالعالم العربي نحن ما بنحكي عليها كثير لانه منطقه تناسليه، ولكن طبيا انا بدي احكي عليها. انا بطلب من كل ام تفحص طفلها هل الخصية موجودة ضمن قيس الصفن، لأنه كثير عنا عم يولد أطفال عم يجونا بحالات متأخرة 5 سنين و6 سنين و7 سنين صار عند الطفل، لا الأم ولا الأطباء اللي فحصوه بشكل أولي بعد الولادة
ما انتبهوا انه هذا الطفل في عنده شيء اسمه خصيه ما نزلت من البطن لكيس الصفن. للاسف هذا الطفل ممكن يتطور عنده اشياء كثير. هلا اهم شيء ممكن يصير عنده انه هو ما راح يجيب اولاد، حيصير عقيم. ممكن تتطور هي الخصيه لتصير شيء سرطاني اذا نحن اهملنا علاجها. في عندنا حالات سجلت عمر الاطفال 12 سنه ما اكتشف، ما انتبهوا للاهل لانه هذا الطفل عنده شيء اسمه اندسندنت تيستس او خصيه هاجره. الشغله الثانيه اللي هي الهايبوسبيديس اللي هي فتحه البول عند الذكر، بتكون بغير مكان الطبيعي، وهي من التشوهات الكثير صعبه واللي بتاثر على حياه الطفل وعلى انجابه كمان. عم نحاول نحن بالمنظمه انه بدعم من منظمه الاوتشا انه نعالجهم ونسوي لهم عمليات للاطفال السوريين والفلسطينيين الموجودين في لبنان حاليا. نعم. ولكن للاسف عدد الاطفال اللي بيحتاجوا علاج واللي مسجلين عنا هن اكبر من عدد الاطفال اللي قادرين نحن نعالجهم. بعد ما بلشنا بمشروعنا لحتى نعالج هدول الاطفال اكتشفنا اعداد هائله، قادرين نحن نساوي 100 عمليه ولكن اللي مسجلين 500 طفل. مشكله كثير كبيره عم نحاول نحلها، ولكن بسبب نقص التمويل ونقص الدعم الدولي عم نواجه ازمه بهالموضوع. نعم، طيب في تشوهات الجهاز العضلي والعظمي وهي صحيح. بتكثر عند التوائم يعني مثل ما بتقول الابحاث. يعني لاي مدى كمان في لها حل؟ قد هي صعبه؟ قد هي كمان ممكن اكتشافها خلال فتره الحمل؟ هلا خلال فتره الحمل ممكن اكتشاف، في عندنا تشوهات العظم الاشيع اللي هي خلع البرك الولادي. نعم. او القدم القفداء الروحاء. القدم القفداء الروحاء وخلع البرك الولادي ممكن اذا طبيب شاطر بالايكو قبل الولاده يكتشفها. والافضل نحن نبلش علاج بشكل مبكر لهي الحالات الطبيه. في عندنا حالات طبيه منها خطيره، تشوهات عظميه اللي هي الاصابع الزايده او الاصابع الناقصه او غياب بعض الاطراف. للاسف اكتشفنا عده حالات بخلال شغلنا في لبنان عندهم غياب اربع اطراف، عندي اربع اطفال مسجلين مع غياب اربع اطراف، في واحد منهم صار عمره 8 سنين، اهله كل يوم بيطعموه بيشربوه بيغيروا له بيحمموه، معاناه يعني معاناة كبيرة. للاسف 90% من هي المعاناه سببها كان تعاطي ادويه خطا اثناء فتره الحمل. نعم، هون المسؤوليه الكبيره يمكن على الطبيب، يعني على الطبيب يمكن وعلى على الطبيب وعلى الاهل. انا يعني بحمل المسؤوليه دائما للاهل انه راجعوا الطبيب الصح، راجعوا بالوقت الصح، وخذوا الادويه الصح. ما تعتمدوا دائما على الطبيب، بكل دواء في نشره، هي النشره اذا بنقراها مكتوب لا يؤخذ خلال فتره الحمل او ممنوع اخذه او يفضل او يراجع الطبيب. خلينا نفتحها كلياتنا، اخذنا دواء خاصه امراه اذا شكت بوجود حمل نفتح هاي الورقه ونقراها بكل بساطه، بشغله بسيطه كثير. بنعرف نحن شو عم يصير وبنعرف انه هذا الدواء، بنرجع بنسال الطبيب دبل تشيك بنقول له دكتور مكتوب بالورقه انه هذا الدواء ممنوع خلال فتره الحمل، شو رايك؟ يجوز يقول لك لا اوكي انا بعرف حالتك ولازم تاخذي هذا الدواء. بس غلط نهمل حالنا وناخذ اي دواء، وخاصه بالاشهر الثلاثه الاولانيه من الحمل. يعني ممكن هي تكون سبب رئيسي، ممكن تكون سبب رئيسي، ممكن تكون اسباب ثانيه اللي هي امراض عم تصير مع الام خلال فتره الحمل، مشاكل وراثيه ما خارج قدرتنا، او اشعه تعرضت لها الام خلال فتره الحمل. طيب انا دكتور نحب نرجع بك شويه الى موضوع اتحاد جمعيه الاغاثه، وخاصه انتم تعنيوا باللاجئين، وقبيله اعطيتنا رقم بصراحه اللي بالنسبه لي انا حسيته مخيف جدا، اذا انتم قادرين على فقط 100 عمليه ووجود الناس أكثر من 500 حالة، ففي هذا معناها بصراحة أنه يتطلب عمل كبير. ما هو دوركم الآن أو ما هي يمكن سبل على الأقل لمحاولة علاج كل هالحالات هذية والوصول إلى حلول لكل الحالات اللي موجودة عندكم؟ طبعا نحن لما بلشنا بالمشروع تبعنا كانت فكرة انطرحت مع دكتور سوري مقيم في فرنسا، بتشكره كانت على الموضوع أنه هل في عندك تشوهات أطفال؟ قلت له موجود عندي كثير أطفال مسجلين. بلشنا نشتغل على الموضوع، قدرنا نجيب تمويل لمشروع صغير 300 عملية جراحية تشوهات العظم. الحمد لله خلص المشروع وتجدد هلا ل 300 عملية ثانية، ولكن بدي فاجئك انه عدد الأطفال المسجلين بحاجة إلى عمليات عظمية تشوهات عظمية في لبنان ضمن اللاجئين هو المشروع للجميع،
سوريين فلسطينيين لبنانيين وجميع الجنسيات موجودة على الأراضي اللبنانية، ولكن الأغلبية هن اللي عندهم مشاكل سوريين لأنه الأعداد تراكمية صارت. ست سنين من الأزمة، ست سنين ما حدا عم يتابع هدول الأطفال، صار أعداد هائلة. عنا هلأ 1500 طفل مسجلين، سوينا 300 عملية، حنقدر نساوي 300 ثانيات، بس حيفضل عنا كتير ما قادرين نعمل. عم تبلش الأزمة بالمجتمعات الفقيرة بغض النظر عن اللاجئين. بلبنان في مجتمعات فقيرة غير اللاجئين السوريين، ومو بس بلبنان طبعا، نحن نحكي على كل الوطن العربي. المجتمعات الفقيرة بتبلش عنا الأزمة من وقت فترة الحمل. أول ما بيصير الحمل بتكون الأم غير مجهزة، في عندها هي نقص تغذية، عندها سوء تغذية، بتحمل الأم، ما في متابعة طبية جيدة، ما أخذت فيتامينات بشكل مناسب، ما اتبعت طبيا، ما راحت على المركز الطبي الصح، الطفل تطور وكبر ببطن الأم وعنده تشوه، هالتشوه لم يكتشف، تم التطنيش عنه. أوكي، وصلنا لمرحلة ولد الطفل، الطبيب بالمستشفى اللي فحص الطفل أثناء الولادة انتبه أو ما انتبه للتشوه الموجود. هلا إذا انتبه اللي عم يصير إنه الطبيب اللي بالمستشفى بينبه الأم أو الأب إنه ابنك عنده تشوه 1-2-3، خذوا على طبيب أخصائي. ولكن الإنسان الفقير أو الإنسان اللاجئ وين بده يروح؟ بده يأخذ الطفل ليعالجه، ما معه مصاري يروح عند طبيب أخصائي، تكلفته عالية جدا. للأسف في لبنان المفوضية العليا للاجئين، منظمات كتير، ما حدا بيشتغل بموضوع تشوهات الأطفال. الكل عم يحاولوا يبعدوا عن هالموضوع مع أنه هو المستقبل هدول الأطفال. صحيح. ونحن إذا لحقناهم بوقت مبكر جدا بنقدر نعطيهم نتائج ممتازة جدا، بينما إذا تأخروا تأخرنا بعلاجهم سنة أو سنتين أو 3 سنين، هذا الطفل حيضل مشوه طول حياته وما بناخذ نتائج جيدة نهائيا. ولد الطفل ما قدرنا ناخده على الطبيب، تطور عنده المرض، أوكي جينا نحن هلأ بعد 3 سنين من عمر الطفل قدرنا نعالجه، ولكن أنا ما رح أخذ النتائج اللي كنت بقدر أخذها لو كان عمره 2 شهر. فهي أزمة كتير كبيرة. الحالات اللي أخطر من هيك إنه الطبيب بالمستشفى ما انتبه أو ما اكتشف، أو الأم ما انتبهت، ما اكتشفوا الطفل إنه في عنده تشوه. بيكبر الطفل وبيكبر وبيصير عمره 4-5 سنين، والأهل بجوز يكونوا عندهم قدرة مادية ولكن ما انتبهوا، وتم التطنيش، كبر الولد، بلش يمشي، بلش نحسه يعرج أو يميل، هون انتبهوا له، صار متأخر العلاج. مشان هيك أنا بطلب من كل أم تكون هي طبيبة طفلة، تفحصوا للطفل، تشوف شو في عنده فروقات، شو في عنده مشاكل. بكل بساطة إذا سحبت رجلين الطفل التنتين وحطتهم حد بعض، بتلاحظ إنه في رجل أقصر من رجل أو رجل أطول من رجل. بهالحالة هي بكل بساطة خديها على الدكتور، خديها على دكتور مختص أو على دكتور أطفال، إيه له دكتور أنا ملاحظة عنده هالمشكلة، لاحظت الطفل ما عم يأكل منيح، لاحظت الطفل عنده إسهال دائم، عنده إمساك دائم، عنده مشكلة دائمة، راجع الطبيب وطلبي من الطبيب فحص كامل للطفل. للأسف في عنا أطباء كتير وخاصة من المناطق الفقيرة بيعالجوا المرض وليس المريض. ما بيفحص الطفل بشكل كامل، بيعالج مرض معين، بيجي الطفل مرشح لوزاته ملتهبين، بيعطيه دواء لالتهاب اللوزات، بيفل على البيت، ما أخذ العلاج بشكل جيد. عالميا يسجل حوالي 8 ملايين طفل مشوه سنويا، ورقم كبير برشا. نسبة الأطفال المشوهين التي تولد بين 1-2% طفل مشوه يولد حول العالم بشكل دائم. يعني بلبنان بشكل بالذات كل 12 ساعة عنا طفل مشوه عم يولد بغض النظر عن جنسيته. كل 12 ساعة عنا طفل مشوه عم يولد. يعني للأسف الشديد الموضوع يطول بحثه، يطول بحثه، يعني بعتقد انه بدنا حلقات تانية لنحكي أكثر ولتعطي هالنصايح الكتير مهمة اللي كنت عم تعطيها دكتور. إن شاء الله أكيد، وإن شاء الله يكون معنا الدكتور إياد فضلون مرة أخرى معنا في برنامج صباح النور. نحن نشكرك برشا على إيضاحة كل هالمعلومات، وخاصة على إيضاحة الصورة. صحيح. للناس، لأنه على الأقل تكون عندها دائما بشكل دوري فحوصات، على الأقل أن نحاول ننقذ شوية من التشوهات. شكرا لك مرة أخرى دكتور اللي كنت ضيفنا اليوم. يعيشك. الآن مشاهدينا ننتقل معك هبة إلى فاصل قصير، ونعود بعده مشاهدينا لمتابعة باقي فقرات صباح النور. ابقوا معنا. وعلى
وعدنا إليكم مجددا مشاهدينا، ولين موضوعنا حلو برشا وعد، الموضوع خاصة كيكونوا فيه صغيرات في السن واللي هما مواهب كبيرة في الإبداع، فتيات عشقن الرياضة لا سيما الجمباز ليمثلن بلادهن وهم من فئتهن العمرية في هذه الرياضة. نستضيف معنا رياضيات الأعضاء في فريق الجمباز لين دمياطي، سيلينا حيدر، سيرين الخطيب، وآية جبر في فقرة بروفايل. صباح النور. صباح الخير. هاي صبايا كيفكن؟ شو هالنشاط والكوستيم الحلو؟ يعني فريق لبناني بامتياز، الفريق هذا اللي قاعد يحقق في انجازات كبيره وقاعدين اكيد انه توصلوا شويه شويه للعالميه وطموح كبير. نحبوا نحكيوا معاكم اكيد بالواحد تخبرونا عن تجربتكم وتحكيوا لنا اكثر على هالرياضه هذه قديش تحبوها. لحظه، انتم عم تفهموا عاميين؟ يلا جربت شوي أمين حبيبي يسألكم شوية أسئلة قبل ما نشوفكم عم تفرجونا تمارين بتقوموا فيها. يعني سؤالنا أكيد على جمباز وعلى مشاركتهم في المسابقات اللي قاعدين يشاركوا فيها. أختاروا شكون يحب يحكي الأول. يلا قرروا. نحن كتير بنحب الرياضة لأنه بس نعملها كتير نتسلى وإنه إيه. لين انتم من اي عمر بلشتوا تمارسوا رياضه الجمباز؟ انا بلشت بس كنت أربعة او أربعة. فتره طويله وحسيتي انه كثير فرقت من اول ما بلشتي لحديت اليوم. سيلينا انت من اي عمر بلشتي؟ ست سنين. وبتشاركي ببطولات؟ اكيد. نعم. قد ايه بتحسي انه البطولات اللي بتشاركي فيها بتعطيكي خبره و بتنبسطي فيها؟ كثير بحب انه اعمل كومبيتيشنز. اها. بحب انه بحس حالي ما بعرف كيف. نعم. طب خلي حدا كمان من الصبايا يخبرنا عن البطولات او الميداليات والمراكز اللي قدرتوا تحققوها بالمباريات. كفريق. نحن بنحس really proud لأنه نحن we worked really hard. نعم. We deserve to get medals and trophies. أها. سيرين عم بتقول إنه هن بيستحقوا الميداليات اللي حصلوا عليها لأنه بيتمرنوا تمرين كتير صعب. بركة أنت آية بتخبرينا قديش بيتطلب منكم التمرين مجهود وتعب بياخد من وقتكم. لازم نشتغل كتير منيح كرمال بالآخر يطلع لنا نتائج كتير منيحة. حلو برشا بيه. أنا نحب نسأل سؤال آخر واختاره كيف أنا ديما نحب نختار، نحبوا هم يقرروا شكون يجاوب بديمقراطية كبيرة. أنا نحب نعرف هل هذا ما يأثرش على دراستكم والوقت اللي عندكم في المدرسة وخلال أنه عندكم أكيد أنه عندكم معناها نشاطات في المدرسة وعندكم دراستكم، هل الرياضة ما تأثرش على الدراسة متاعكم؟ ايه اكيد لانه نحن بنتمرن كل يوم ثلاث ساعات ومنخلص مأخر على 8:30 او 9 ومنخلص مدرسة كمان مأخر على شي 4 وما عم بيكون عنا وقت ندرس و يعني او حتى تعملوا نشاطات. سبت احد ما بنجرب نخلص درس اليوم الاحد انتم عم تصوروا كمان مش اليوم ضيوف. على كل حال لين انت من عائلة رياضية فأكيد كان في دور للأهل لأنه بتشجيعك على الرياضة صحيح؟ وما في معكم شباب بالفريق؟ يعني عادة الجمباز عم نلاقي في هيك أغلبية للبنات، شو رأيكم؟ ليه الشباب ما بحبوا؟ في كتير صبيان بس أنتوا أكتر ولا هن أكتر؟ البنات أكتر صحيح؟ أوكي. السفر هل يأثر عليكم أكثر معناها لأنه تسافروا وتشاركوا في بطولات عالمية، هل يأثر بدرجة كبيرة عليكم على رياضتكم وعلى حياتكم اليومية أو بالعكس هو يحفزكم أكثر إلى أنه تتقووا أكثر وتزيدوا تكونوا عندكم معناها نقولوا أحنا كفاءة أكثر في رياضة الجمباز؟ لا يعني بس نسافر إنه we feel proud إنه رح نعمل competition ضد العالم و هلا في عندهم سفرة أيضا. إلى بيلاروسيا قريبا هكا ولا؟ إلى بيلاروسيا مسافرين قريبا ومشاركة في بطولة أحكي لنا عليها معناها. احكوا لنا عن هالسفرة وكيف عم تتحضروا لها؟
أول international competition. International competition. مسابقة عالمية. أول مرة نلعب ضد يوروب. عادة نلعب ضد العرب. أول مرة ضد يوروب. نعم. وكيف عم تتحضروا؟ بتكثفوا التمارين؟ هلا بالفيكيشن كنا عم نتمرن 5 ساعات كل يوم. وبالصيف نتمرن 8 ساعات. واو. يعني إلى أي درجة عندكم هكا إحساس بالمسؤولية؟ لأنه مش تلعبوا ضد فرق أوروبية، وأكيد أنه إن شاء الله تشرفوا البلاد وتشرفوا البلاد العربية الكل وتجيبونا هكا الكاس وتجيبونا المسابقة عن الجائزة الكبيرة. إلى أي درجة هذا يخليكم عندكم إحساس كبير بالمسؤولية؟ نحن we feel proud إنه عم نمثل لبنان بس لنروح نعمل competitions، وإنه كتير منحب ناخد البوديوم ويصير إنه لبنان مشهور. نحن we feel so proud of you. بدي أسألكم، أدي الأهل أكيد هن بيدعموكم وبيشجعوكم، ولكن يعني إلى أي مدى، خاصة يلي أهله منهم من هيك يعني عندهم خلفية رياضية، بيتقبلوا غيابكم وتمرينكم لأوقات طويلة؟ يعني هل شو مرة حسيتوا أنه الأهل أنه بدون يكون ترتاحوا أكتر، ولا خلي آية تجاوبنا هالمرة، ولا بالعكس عطول هني عم بيشجعوكم خاصة لما عم بيشوفوا الإنجازات يلي عم تعملوها؟ كل مرة بيشجعونا وبينبسطوا لما نربح وكل شيء. يعني طيب دي ما ربحينه. أنا عندي هيك سؤال حشرة أكيد كمان أمين بدي أعرفه، هل بتهتموا أيضا بنظامكم الغذائي؟ Your diet. أكيد. مشان إذا نأكل كتير نصير junk، إذا نأكل كتير junk نصير ما فينا نط عالي مثل ما نصير كتير heavy. ما body we cannot flip. صراحة معناها انتم افحمتموني اليوم، معناها يعني شجعتوني انه انا نرجع الى الرياضة معناها بصراحة. وانا هكا نحب منكم رسالة في الاخر للناس اللي قاعدة تشوف فينا توا، الى عائلاتكم واصحابكم والى كل لبنان. هاي رسالة بالواحد بالواحد مسج، يعني كل مرة واحدة تعطينا رسالة. نبداو بآية. شي تحب تقول للناس اللي يتفرجوا فيك اللي يشاهدوا فيك الان، إن كانوا عائلتك أو أصحاب؟ تحب شاكة توجه لهم أو حتى لرفقاتك مثلا؟ فيني أقول شغلة؟ إنه follow your dreams and do whatever you like to do. واو، يعني الحلم حلو كتير. سيرين ما هيك؟ سيرين. عم تنصح الكل انه يلحقوا طموحهم واحلامهم لانه بيقدروا يحققوا. آية رح نعطيكي وقت تفكري بانت شو الكلمه اللي بدك تقوليها. ننتقل لعندك لين. انا بدي اقول انه practice makes perfect، لانه ما فيكم تروحوا على الكومبيتيشن وتعملوا منيح بلا ما تتمرنوا. صحيح 100%. أنا بدي أقول للعالم إنه never give up، حتى لو إنه في bad days never give up، مشان remember why you started. فيني يصيروا يفتتحوا معنا صباح النهار الصبح عندهم إيجابية عالية جدا يعني. نرجع لإيه. Back to you. أوكي، لازم نتدرب كتير منيح، وكل لازم نتدرب كرمال يعمل منيح بالكومبيتيشن. ف يعني إنه ما نستسلم ودغري نشتغل كتير منيح ونعمل منيح. أكيد. آخر سؤال، بالنسبة لعلاقتكم مع الكوتش مدربينكم، قديش أكيد أنتم كأطفال مرات بتتعبوا، مرات بتحبوا ترتاحوا تستسلموا، بتشتاقوا للعائلة، بتشتاقوا لغير أكتيفيتيز ونشاطات، قديش فيها السبورت أو الدعم العاطفي من مدربينكم؟ لو ما كان عندنا الكوتش ما صرنا شو نحن هلا هون. So we want to thank our coaches كتير. She loves us and she's like our second mom. Nice. آية بتحبي تقولي لها شيء؟ Thank you على كل شيء. يعني بصراحة تحية للكوتش وتحية لهم هما، وإن شاء الله أنا أمنيتي أن نشوفكم في الألعاب الأولمبية
تمثلوا لبنان وهكيك على الاقل يصير عندنا العالم العربي يجيب اكثر ميداليات في الالعاب الاولمبيه، ما تقعدش تقتصر فقط على المشاركه، وطموحكم كبير اللي اكيد ان شاء الله باش يوصلكم للعالميه، وهنا مستنيكم والعالم الكل مستنيكم وخاصه لبنان. خلينا ننتقل ونشوفوا تقرير، نشوفوا فيديو يفسر لنا اكثر ويحكي لنا اكثر عليهم، ومن بعد نشوفوا بيرفورمانس للفريق اللي موجود معنا. لين سيرين وسيلينا وآية يعطيكم الصحة، كانت بيرفورمانس حلوة برشا واستمتعنا، شكرا لكم على هالأداء الرائع، وشكرا للي كنتوا معنا اليوم ضيوف، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم أبطال عالميين وأكيد مشرفين راية لبنان الكل إن شاء الله يا رب. وبست اوف لاك لكم، كل التوفيق ببطولة بيلاروسيا وأي بطولات مقبلة وحتى بتمارينكم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا. Thank you.
يعني بعد هالإيجابية الحلوة خاصة كي تشوف الأطفال وخاصة كي تشوف هالمواهب وهالناس الشباب هذوما اللي عنا في عالمنا العربي قديش بحاجة إلى دعم وقديش بحاجة إلى أنه دائما نكون وراهم على الأقل أنه بالفعل يشرفونا دائما. الآن ننتقل إلى فلسطين حيث يشارك العشرات من أفراد الطواقم الطبية في مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ويقدم أفراد الطواقم العلاج الفوري للجرحى جراء الاعتداء الإسرائيلي عليهم. ويقول أفراد الطواقم أن مشاركتهم في واجب وطني من الدرجة الأولى عدا كونه واجب إنساني. نتابع هذا التقرير من فلسطين. برضو تعرضت لغاز اجت فيني بس الحمد لله الساعه اغمى علي بس شفت حالي بالاسعاف نزلت انجنيت لانه انا جاي اكمل مشواري ومسيرتي ما بدي اروح اتعالج لا انا جاي اعالج مش اتعالج بكل فخر وبكل اعتزاز انا حابه اكمل لاخر يوم. والآن إلى زيارة سريعة للمطبخ يطلعنا فيها شيف وليد على التحضيرات في مطبخ ولا أشياء. رجعنا معكم عن جديد مشاهدينا. أمين حنشوف إذا حتتأثر بالرياضة ولا بالشوكولا وبفقرة ولا أشها شو اللي حيأثر عليك أكثر؟ لا أكيد شوكولا أنا شايف طبيعي أنا أكيد شوكولا ما عندي شك. أوكي حنرجع نشرح شوي عن اللي عملناه بالأول. هون قلينا البصل حطينا الفليفلي فوقهم حطينا الدجاج قليناهم مع بعض مع الفطر مع الذرة ورجعنا ملح بهار وحطينا مرقة الدجاج والكريمة والرز عنا خلص. هلا اللي حنعمله سلطة الكسكس. أنا قطعت البندورة الكرازية وقطعت النعنع. هون الكسكس مثل ما قلت لكم قبل
حط له كل كباية كسكس كبايتين مي سخنة مع الزبيب ورجعت غطيتهم بورق النايلون. ححط شوية ملح وشوية بهار أسود. هذه سلطة الكسكس شيف موجودة كان عندكم في لبنان، نحن ما استعملوهاش. هيدي يعني صراحة احنا اللي عنا طبق الكسكسي الرئيسي منا. أنا مش سلطة لا هيدي صراحة أنا حبيت أعملها بهذه الطريقة، طريقة جديدة وطريقة كتير طيبة وصحية، ونغير شوي عن الكسكس تبعكم كمان. أي أما هو حلاوته يكون حار شيف هكا، خاصة ونهار الأحد اليوم هو النهار اللي يتميز به شعب تونس كل اليوم الغداء نتاعه بكسكسي. هذيك ما بسترجع اعملها اكيد ما راح تطلع مثل ما انتم بتعملوها، كرمال هيك عملت السلطه. اوكي حطينا ملح وبهار، حطينا الحامض وزيت الزيتون. هلا فينا نضيف عليها اذا بنحب بصل اخضر، فينا نضيف عليها الفجل، فينا نضيف عليها الارضي شوكه اذا بدنا. حنسكبها بهذه الطريقة، عم نشوف المقادير على الشاشة، أكيد كتير طيبة النعنع مع الزبيب مع البندورة، وأكيد ألوانها كتير حلوة. فينا نزين بنعنع ونرجع نرش شوية بهار، هيدا بيكون خلص. هون تقريبا كمان خلصت الدجاج مع الخضرة، فينا نطفي عنا ونسكو. اوكي هون انا كمان عم جهز الفوندون بالموز كمان على طريقتي، حطينا موز وحطينا طحين وحطينا بيض وشوية فانيل وبرش حامض. هلا فينا نحط الفانيل بلا برش حامض، اثنيناتهم بس ليمنعوا الزنخل بقلب البيض. عملتها بهذه الطريقة، حاسكبها بهذه الكاسات مع الشوكولا بقلبها، فوتها على الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا شي 8 دقايق، حتضلها من جوا شوي سايلة، فينا نستويها أكثر بتصير مثل الكيك. اوكي ساعتها كمان في ما استعمل الشوكولا معها، ساعتها بعملها مثل ما هي، فوتها بعملها مثل الكيك بستعمل معها العسل. اول ما تصير كيك نقدم لك هديه عيد ميلادك، كل عام وانت بخير. كل لك ذوق ميرسي، كل لك ذوق الله يخليك. كمان فرق 12 يوم بين عيد العيد. اي اثنيناتنا برجنا الحمل ومبين علينا اكيد. اي فينا معصنا الموزات كلهم، هرسناهم مزبوط، حطينا البيض، المقادير عم نشوفها على الشاشة، منحط بهذه الطريقة منحط الشوكولا. أنا مستعمل هون شوكولا المر، ونرجع منحط فوق منا موز مع طحين. هذه بتكون جاهزة تتفوت على الفرن. بهذه الطريقة نرجع نفوتها على الفرن على حرارة 180، بتكون بدها 8 دقايق وبنكون هيك جاهزين للسكر. نرجع لكم لنتابع باقي الفقرات تبعنا. شكرا لك شيف. شكرا لك شيف. والآن إلى فاصل ونعود من بعده لنتابع باقي فقراتنا، فابقوا معنا. وعدنا من جديد وإلى أبرز المستجدات السياسية مع زميلة رويدة أبو عيد وفقرة مع الخبر.
شكرا لك وعد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا موجز لأهم الأنباء. تجدد الغارات الجوية على دوما صباحا، والدفاع المدني يعلن أن 150 مدنيا قتلوا وأصيب المئات بحالات اختناق جراء استهداف النظام السوري للمدينة بصواريخ يرجح أنها تحوي غاز الكلور السام، وأخرى تحوي غازا يرجح أنه غاز السارين المحرم دوليا بحسب الأعراض الظاهرة على المصابين. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورد تقول إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي مزعوم في دوما بسوريا مروعة، وإنها إذا تأكدت ستطلب ردا دوليا. مصادر في قطاع الصحة الفلسطينية تعلن وفاة صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يغطي الاحتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى في جمعة الكاوتشوك إلى 10. وأثار الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات انتقادات عدة من منظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتهم فرنسا بتشجيع من وصفهم بالإرهابيين باستضافتهم في قصر الإليزي، وذلك وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية. نقاشنا اليوم سيتابع مشاهدين التطورات الأخيرة في دوما آخر معاقل المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق بعد ليلة دامية سقط فيها أكثر من 150 مدنيا أكثرهم من النساء والأطفال، والمعلومات ترجح أن الصواريخ التي سقطت تحوي غاز الكلور والسام المحرمين دوليا. للوقوف على آخر هذه التطورات ينضم إلينا من باريس الإعلام السوري وخبير القانون الدولي ماجد الخطيب. صباح الخير خير أستاذ ماجد. صباح النور أستاذة رويدة لك وللسادة المشاهدين، تحية طيبة لك. ويعني اسمح لي في البداية قبل الخوض في أي حديث أن نترحم على شهداء الثورة السورية وشهداء المدنيين الذين سقطوا البارحة جراء حقيقة يعني صمت المجتمع الدولي قبل أن يكون إجرام النظام السوري. أهلا بك أستاذ ماجد، وطبعا نحن أيضا نترحم على أرواح المدنيين الذين سقطوا ونتمنى أن يسكنهم الله فسيح جناته. بداية قبل الدخول إلى الاستوديو، وكالة سانا التابعة للنظام أوردت بأن جيش الإسلام فصيل جيش الإسلام في دوما طلب التفاوض مجددا مع النظام، وأن النظام أبدى استعداده والتفاوض سيبدأ خلال ساعتين. ما الذي جرى إذن حتى تنهار المفاوضات وتنهار الهدنة ويستأنف النظام السوري وروسيا قصفهم العنيف لدوما بالأمس؟ نعم سيدتي، الموضوع هو بكل بساطة أن النظام يعني استطاع من خلال يعني مفاوضات أستنا التي شاركت فيها الكثير من الفصائل العسكرية المعارضة وعلى رأسها جيش الإسلام، حقيقة أن هذه المفاوضات التي جرت على مراحل 9 تقريبا استطاع النظام السوري من خلالها إضعاف جبهات المعارضة وخاصة جبهة الغوطة، استطاع من خلال هذه الجولات جولات أستنا الحصول على المزيد واكتساب المزيد واقتضام قضم الكثير من الأراضي لصالحه. هذا الأمر قوى النظام من الناحية السياسية وقواه أيضا من الناحية العسكرية الاستراتيجية، وبالتالي هو لا يريد أن يدخل في مفاوضات حقيقية مع أي طرف لأنه في موقع قوة، هو يريد أن يتحاور مع الطرف الآخر ضمن شروط استسلام يفرضها عليه. منذ حوالي أكثر من أسبوع تقريبا هناك كانت مفاوضات جدية تجري ما بين جيش الإسلام والطرف الروسي بهدف الخروج من مناطق الغوطة، منطقة دوما تحديدا. جيش الإسلام قدم ورقة عمل تضمنت مجموعة من النقاط أبرزها على الإطلاق بأنه يرغب جيش الإسلام بالبقاء في دوما، يرغب جيش الإسلام أن لا يرغب جيش الإسلام بالخروج من هذه المناطق بقصد عدم تمكين النظام من إحداث تغيير ديموغرافي فيها. جيش الإسلام يرحب بتشكيل لجنة مشتركة ما بين الشرطة العسكرية الروسية وما بين جيش الإسلام بهدف جرد الأسلحة الثقيلة ولكن إبقاء هذه الأسلحة في أماكنها، وأيضا بعض النقاط الأخرى المتعلقة بهذا الشأن على أن يتم تسليم السلاح بشكل كامل من قبل جيش الإسلام عند إيجاد حل سياسي شامل للقضية السورية. هذا المنطق وهذا الحل الذي أو هذه المبادرة التي تقدم بها جيش الإسلام لم ترق للنظام، وبالتالي
النظام يعني في ظل صمت المجتمع الدولي وإعطائه حتى الضوء الأخضر لارتكاب ما يشاء من مجازر واستخدامه لأسلحة سواء منها محرمة دولية أو غير محرمة دولية، فلماذا يعطي آذانه لهكذا مبادرة؟ هو يريد أن يستلم الغوطة بالكامل دون قيد أو شرط، يريد أن يخرج يعني آخر عسكري ثوري مقاتل في هذه البقعة الجغرافية لكي يستطيع أن يمارس سلطته السيادية الكاملة على هذه البقعة، ويقوم بالتالي باستمرار مسلسل التهجير. نعم، يعني قلت بأنه لماذا يقوم النظام المسيطر أو المنتصر على الأرض عسكريا على الأقل يعني أن يدخل في مفاوضات مع جيش الإسلام في دوما؟ هذا سؤال مهم. برأيك لماذا أعطت روسيا والنظام السوري كل هذا الوقت للمفاوضات مع جيش الإسلام على عكس ما قامت به مع الفصائل الأخرى في باقي الغوطة الشرقية؟ نعم، سأجيب عليك سيدتي. بالنسبة لموضوع الفصائل الأخرى مثل فيلق الرحمن على سبيل المثال وأيضا حركة أحرار الشام، هما قررتا الخروج الآمن للحفاظ على أرواحهم وأرواح عائلاتهم وتجنيب المدنيين قدر المستطاع من آثار الدمار والقصف. الفارق ما بين هذين الفصيلين وما بين فصيل جيش الإسلام حقيقة يعني وأقولها على الملأ دون مواربة، جيش الإسلام يحاول أن يبحث لنفسه عن مستقبل سياسي في سوريا. هو يريد يعني يمارس جيش الإسلام حقيقة نوع من البزنس السياسي. هو يحاول من وجهة نظره أن يفاوض النظام على البقاء. يا سيدتي، النظام الآن يعني مدعوم من المجتمع الدولي كاملا، ولا أحد يستطيع ولا يرغب أصلا أحد إسقاط هذا النظام أو تغييره. فعلى ماذا يراهن جيش الإسلام؟ وما الذي يدفع أصلا النظام للقبول بالتفاوض معه أصلا؟ لذلك يعني كما قلت أنت، جيش الإسلام لماذا يريد التفاوض معه ولماذا النظام لا يريد؟ لأنه بكل بساطة النظام في طرف قوي، جيش الإسلام في موقف ضعيف. هو الفصيل الوحيد الذي بقي في دمشق. سؤالي كان لماذا النظام يعطي وقت للمفاوضات؟ بطبيعة الحال أوردت الطلبات التي يعني قدمها جيش الإسلام بأنه لا يريد المغادرة، لا يريد تسليم أسلحته بالكامل، لكن من وجهة نظر النظام لماذا يقوم بالتساهل أكثر مع جيش الإسلام من تعامله مع الفصائل الأخرى؟ يا سيدتي، جيش النظام هو لم يرغب أصلا بالتفاوض مع جيش الإسلام. الذي فرض هذه المعادلة أو هذه الرغبة هو الطرف الروسي. الطرف الروسي لا تنسي سيدتي بأنه يعني هو من يعني قام بعملية الاتفاق وتوقيع اتفاق أستنا الذي جرى خفض التصعيد الذي جرى مع جيش الإسلام في القاهرة في مصر برعاية مصرية. ولذلك الطرف الروسي يعتبر أن هذا الموضوع يعني يتبع سياسيا له، ومن حق الروس أن يقوموا ولو لآخر يعني فرصة بإحداث عملية تفاوض مع جيش الإسلام. النظام لا يرغب التفاوض مع أي فصيل، هناك ضغوط روسية تمارس عليه. النظام لا يرغب أصلا في يعني أن يجري أي حوار. هو فقط النظام يفهم لغة واحدة فقط، هي لغة القتل، لغة التدمير. الذي فرض عليه يعني الانصياء وإعطاء هذا الوقت هو الروس. بدليل سيدتي أنه عندما تحدث جيش الإسلام بصراحة ببيان أو بمعايير معينة تجاوزها الخطاب السياسي الدولي وتجاوزتها الأحداث. لذلك ما لبث النظام أن انقض على الغوطة مجددا وقام يعني بجريمته المؤخرة بقصد الآن الضغط بشكل نهائي. يعني الآن جيش الإسلام حقيقة بعد هذه المجزرة ما الأوراق التي يملكها؟ لديه حل واحد فقط، أن يخرج عبر الباصات الخضراء فقط، لا يوجد حل آخر أمامه. وإلا سيستمر النظام في عملية. سنأتي يعني إلى تفصيل السيناريوهات المتوقعة الآن، ولكن قبل ذلك أيضا أود أن أستفيد في النقطة التي سألتك عنها. بعض المعلومات الصحفية أوردت بأن ألمانيا كانت موجودة أيضا ضمن التفاوض الذي كان يجري بين روسيا وبين جيش الإسلام وإلى جانب المبعوث الدولي. هل فعلا برأيك أستاذ ماجد هناك رغبة دولية وإقليمية ربما فرضت على روسيا إعطاء فرصة أكبر للتفاوض هذه المرة مع جيش الإسلام؟
حقيقة لا أعتقد أنه هناك يعني رغبة دولية حقيقية جادة، وإلا يعني كان الموضوع يتم بحثه بشكل ضمن مؤتمر، يعني ضمن لقاء دولي موسع يشمل أطراف دولية معينة. لماذا يتم حصر هذا الموضوع في اللحظات الأخيرة؟ يعني سيدتي دعينا لا ننسى نقطة مهمة جدا، أن النظام يعني مارس حصاره على الغوطة منذ حوالي 5 سنوات، منذ حوالي تقريبا شهر كرس يعني جل آليته العسكرية على الغوطة، لم يدخر أي صاروخ أو قذيفة إلا وأطلقها. لذلك لو كان هناك يعني رغبة دولية في إيجاد حل يعني ينقذ المدنيين، كان هناك أكثر من 400,000 مدني محاصر في الغوطة. لو كان هناك يعني رغبة دولية حقيقية لتجنيب هؤلاء، وبالإضافة لوجود المسلحين الموجودين في هذه البقعة الجغرافية المحاصرة، والتي يعني تحدثت تقارير دولية كثيرة، وأيضا يعني قالت بأن الحالة الإنسانية صعبة جدا، فلماذا لم يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ هذه البقعة الجغرافية إذا كان أهلها يعني ضمن وفق ما أورده تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي يتحدث بأن الوضع إنساني صعب جدا، والناس هناك يأكلون القمامة، فلماذا المجتمع الدولي سيدتي لم يتحرك؟ أنا لا أعتقد بأن هناك إرادة دولية على الإطلاق، عبارة هي فقط عن بروباغندات إعلامية أخلاقية للدول هذه. يعني دعينا نتكلم، هناك نقطة واحدة فقط سيدتي لو سمحتي لاستمرار. نعم، فقط نقطة واحدة في عجالة. يعني خذي على سبيل المثال تصريح إيمانويل ماكرون منذ حوالي شهرين. أنا الآن أتابع وسأنتظر، وأنا أتحدث معك من فرنسا من باريس. إيمانويل ماكرون قال في يعني 18/2/2018، يعني منذ حوالي شهرين تقريبا، أنه إذا قام النظام السوري الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية فستقوم فرنسا بالرد عليه واستخدام القوة العسكرية. الآن النظام قام باستخدام هذا السلاح الكيميائي. رئيس المنظمة الطبية السورية في أمريكا أكد من خلال الكوادر الموجودة في دوما بأن النظام استخدم غاز الكلور وغاز السارين. إذن الآن هناك استحقاقات دولية مطلوبة من الدول لمواجهة هذا الأحمق الذي يقوم بالقتل من دون حساب ومن دون يعني بدون فوترة حقيقة. هناك أيضا موقفاً أمريكياً أستاذ ماجد، والمجتمع الدولي موقفا امريكيا للخارجيه الامريكيه. نعم، لافت جدا الأمريكي يتحدث عن اليوم انه اذا ثبت استخدام الغازات السامه الكيميائيه ستطلب الولايات المتحده ردا دوليا. ما شكل هذا الرد برايك؟ نعم سيدتي، انا اقول لك يعني حقيقه الولايات المتحده يعني تكذب حتى تصدق نفسها. هي لا تريد اصلا تحريك هذا الموضوع، بدليل اقول لك ان الاليه المشتركه، اليه التحقيق المشتركه التي تشكلت ما بين الامم المتحده ومنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه، السيد ادموند مولي رئيس اللجنه قدم تقريره الى الامم المتحده في تشرين الثاني العام الفائت عام 2017، وقال مما لا يدع مجالا للشك بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية أكثر من 3 مرات، واستخدم غاز السارين في إدلب في الغوطة الشرقية، وأيضا في منطقة جغرافية في إدلب، يعني ذهبت الآن عن بالي ربما أأتي على ذكرها. لذلك هناك طريق دولي. لو كانت الدول، صدقيني سيدتي، لو كانت الدول راغبة في معاقبة هذا النظام لا يستطيع أحد يعني التمسك أو التذرع بالفيتو الروسي. هناك طريق قانوني دولي معروف لكل العاملين في هذا المجال، هو اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإسقاط الفيتو الروسي والالتفاف عليه ضمن القرار الدولي، القرار المعروف بالاتحاد من أجل السلام، القرار المعروف برقم 377 الذي يعني تم إصداره في عام 1950. هذا القرار يعني يتحدث عن ماذا؟ بأنه في أي حالة يخفق فيها مجلس الأمن بسبب عدم توافر الإجماع من قبل أعضائه 5 الدائمين، أيضا يستطيع في حال عدم الموافقة مما هو مطلوب بهدف الحفظ على الأمن والسلم الدوليين التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار قرار له يعني التحرك في هذه المسألة على عجالة وإصدار توصيات. هذه التوصيات تأخذ قوة الفصل السابع، يعني التوصيات التي تصدرها الجمعية العامة ضمن القرار 377 لها نستطيع إدراجها ضمن الفصل السابع المعروف باستخدام القوة المسلحة لردع هذا النظام. تقول
أستاذ ماجد بأنه ليس هناك رغبة دولية حقيقية فعلا لإيجاد حل لما يحصل اليوم في الغوطة الشرقية. قبل أن يدهمنا الوقت اسمح لي أن أسألك أيضا عن موضوع القانون رقم 10 الذي اعتبره سياسيون وحقوقيون بأنه طبعا استكمال لعملية التغيير الديموغرافي التي يجريها النظام السوري في البلاد. بداية ما هو هذا القانون؟ على ماذا ينص وما هي خطورته؟ نعم يعني اسمحي لي سيدتي أن أستشهد ب يعني بحديث أو بكتاب لميكافيلي هذا الفيلسوف الإيطالي، ويبدو أن النظام حقيقة يقوم بتطبيق تعليماته بدقة. هذا يعني هذا الرجل يقول بأنه يعني من يصبح حاكما لمدينة حرة ويريد أن يدمرها يجب عليه أن يقوم بتدميرها، وإلا سوف هي تقضي عليه، لأنها ستجد دائما الدافع والمبرر باسم يعني باسم الحرية للتمرد عليه. ولذلك على هذا الحاكم أن يقوم بتدمير هذه المدينة أو الإقامة فيها. ولذلك يعني نستطيع أن نقول بأن النظام يطبق حرفيا ما جاء في يعني نصائح ميكافيلي. النظام دمر سوريا الآن، دمر مناطق المعارضة وجلب يعني ميليشياته للإقامة فيها، الميليشيات الشيعية تحديدا، وقام بشرعنة هذا الموضوع من خلال إصدار القانون رقم 10. حقيقة سيدتي هناك النظام يعني منذ تولي بشار الأسد السلطة في عام 2000 كان هناك يعني حملات للتغيير الديموغرافي، ولكن بطريقة القوة الناعمة. كانت إيران تغزو دمشق، تغزو بعض المناطق ذات الأقلية الشيعية وتقوم بحملات تشيع لهذه المناطق. أنا كنت طالب في الجامعة في عام 1998، كانت حملات التشيع تسير على قدم وساق، وأنا عايشتها بشكل شخصي في مدينة حلب. كانوا يعني يدفعون الأموال للشباب وتزويجهم من بنات من إيران وغيرها في سبيل الدخول في هذا المذهب. أستاذ ماجد اسمح لي على المقاطعة، أعذرني أستاذ ماجد، عذرني على المقاطعة، معنا أقل من دقيقة، لو تعطيني بسطر واحد أو سطرين تعريف سريع للقانون رقم 10. عذرني على المقاطعة. نعم، القانون رقم 10 يقوم القانون رقم 10 يقوم بإعادة تنظيم المنظم، تنظيم المناطق التي هي تعتبر ضمن المناطق التنظيمية لسوريا. طبعا هذا القانون بخلاف أي قانون آخر شامل لجميع المناطق لجميع سوريا. هذا القانون أين تكمن خطورته سيدتي؟ أنا عندما أكون يعني في دول اللجوء ولا أستطيع أن أأتي إلى سوريا، طلب مني النظام لإثبات ملكيتي في عقار ما أن أتقدم بجميع الوثائق الداعمة لهذا الموضوع خلال مدة 30 يوما، وإلا سوف يعني يتم إلغاء حقي. الآن نحن أمام يعني مدة شهر واحد أكثر من 10 ملايين سوري يعني ما بين نازح ولاجئ، كيف يمكن لهؤلاء إثبات ملكيتهم؟ نعم. المقصود في هذه الحالة أن يتم إحداث تغيير ديموغرافي في هذه المناطق باستئصال الأهالي الموجودين في هذه البقع الجغرافية، وجلب الميليشيات المساعدة والمساندة لهذا النظام وإحلالهم في هذه المناطق. دمشق الآن أكثر من ثلث سكان، أكثر من ربع سكانها الآن من الشيعة والميليشيات الشيعية. لذلك خطورة هذا القانون تكمن في إحداث تغيير ديموغرافي ضمن إطار قانوني. أيضا ضمن هذه النقطة وفي عجالة سريعة، نستطيع نحن إسقاط هذا القانون من خلال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن عملية التغيير الديموغرافي هي تعتبر جريمة فرع لجريمة الأصل، وهي الإخلاء القسري والإخلاء القسري الذي يمارسه النظام منذ حوالي سبع سنوات. نستطيع نحن الآن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والطعن في هذا القانون بعد إثبات جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة. نستطيع أن نطلب إلى محكمة الجنايات الدولية إسقاط هذا القانون لأنه يعني امتداد لهذه الجريمة التي تتم، وإلغاء كافة مفاعيله، وإن كان هذا سيأخذ يعني المزيد من الوقت، ولكن لا بأس، هي خطوة في الاتجاه الصحيح. يعني تحملنا ما تحملناه، لكن يجب يعني لا مجال إلا للاستمرار ضمن القنوات الدولية وضمن ما هو متاح إلى أن يتغير المزاج العام الدولي، ويعني يقرر إزاحة هذا الحاكم الظالم الجائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب المدني السوري. الإعلامي السوري وخبير القانون الدولي ماجد الخطيب، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، والآن نعود إلى الزملاء لمتابعة صباح النور. شكرا لك رويدة ولضيفك أيضا، والآن سننتقل إلى شرب المارون الذي حقق حلم حياته وجمع ما يقارب 3000 حيوان وطير بري وبحري محنطة من القارات. نتابع المزيد في هذا التقرير.
حبيت أعمل هذا المتحف كرمال خلي العالم تشوف الحيوان عن قريب قديش هو حلو. في عندك حوالي 3000 نوع حيوان. أصلاً أنت بتفوتي على هذا المتحف مثل كأنك زرتي غابات العالم كلها، بتشوف الأشياء البحرية، الطيور، الحشرات، الفراشات، الحيوانات من الحيوانات الصغيرة للحيوانات الكبيرة. يعني هذا الجمال ولهذا المتحف، بتفوتي وتشوفي كل شيء مش مختص بشيء معين. في كتير ناس بيفكروا أنه هذا كله مقوص، أكيد لا. إنسان عندي علاقات كتير قوية مع كل الحدائق الحيوانات واللي ربوا حيوانات وهيك، صار كل واحد بس يموت عنده شغلة دغري بيفكر فيه، يعني دغري، لأنه مشان ما يكبها أنا عم بشتريها منه هي وميتي كرمال حنطها وزيد الكوليكسيونات اللي موجودة عندي بالمتحف. وهيك حالي أنت وغيرك بتشوفي أنه قديش هو حلو هالحيوان، ليه بدي أوصل، ليش بدي أقط. هي هالفكرة الأساسية اللي خلتني أتشجع وأعمل هيك متحف. كل قطعة وقطعة عندي شيء مميز، عندها شيء مميز عندي. بس طبعا في عندي قطع رح تصير على طريق الانقراض، اللي هي مثلا النمر السيبيري، الدب القطبي، الطير اسمه الحبرية، في شغلات يعني هي على طريق الانقراض. اوكي، هول قطع مميزين بحب كثير اني حافظ عليهم قد ما فيي. اوكي، هلا هون عم شوف زون الحشرات، عندك حوالي 1100 نوع فراشي. وبحب خبركم شغلي، الفراشي كيف بتدافع عن حالها؟ لما بتحس بالخوف بتفتح جوانحها، بس تفتح جوانحها بتتخيليها شيء معين. يعني اذا بنحط هيدي هون تنبسطها بتطلع هيدي مثلا مثل وجه البومي. اوكي، لك العيون الوجه البومي، بتطلع هون مثلا حطينا ايدنا هيك شو بتتخيل الطرف تبعولها من فوق مثل راس الحيط الكبرى. بتطلع هيك بتشوف شغلات كتير حلوه. كل فراشي عنده ميزة. الفراشي اللي ما عنده هيك شغلة بيكون من مثل هيدا الزون بتموج بالألوان. مشان هيك بتصير تخوف اللي بده يجي يفترسها. عندي شيء هيدا الخلد، نحن بنسميه بلبنان الخلد يلي هو المول. هيدا بعيش تحت الأرض، أكيد سامعين عنه. هيدا ما عنده عيون، هيدا عنده حاسة السمع كتير قوية. في كتير ناس بتسمع فيه بس مش شايفته. هيدا شيء اسمه بيفر يلي هو مهندس الغابة. هيدا بيعيش في المستنقعات، هيدا بيجيب غصون الشجر ويسكر مجرى المي كرمال تيعلي منسوب المي ضل عالي، حتى هو يتخبى تحت المي مشان ما يفترسوا بقية الحيوانات. وعنده سنانه مثل المنشار، مثل السكين. عنا هلا نحن هون عم نشوف الدب اللبناني. نحن من زمان كان في دبب بلبنان وبسوريا وبالأردن. هيدي قطعة حلوة كتير وببقفي منها كتير صراحة، لانه ما كثير بقى نقدر نحصل على هيك قطعه بلبنان. عندك هيدا الموس يلي هو شعار كندا، هيدا شرس كثير. هيدا عنده الريش تبعه حوالي 6 7 سم بيجي تقريبا. هيدا بينام على الثلج لو كانت الحراره 40 تحت الصفر بيقعد على الثلج وما بتفرق معه. لمتحف مثل هيدا بمنطقه الشمال اللي على صعيد الوطن العربي كله سوا مش موجود هيك متحف. اوكي، وهذا الشيء على سعيد شخصي اكيد معمول. وبقول له للعالم تعالوا تشوفوا غابات العالم بمتحفنا ببحيره بنشي، متحف الحيوانات المحنطه. يعني هذا المكان يلي موجود أساساً المتحف بمحيط لك بنشعي، بحيرة بنشعي، هو يعني لازم يكون قصد لكل المهتمين. صحيح، أنا تعرف خسارة ما دخلتش لأنه وصلت مرة في وقت متأخر ونلقاه سك. كانت أمنيتي يعني ندخل، فتعالوا نرجع إن شاء الله. كان بدنا نروح لكلنا. هي لازم نعمل زيارة. خاصة أنه الحاجات اللي يعملوا فيها حاجة حلوة، أنه يمكن قد تكون للبعض حاجة يستهويها أنه يشوفوا حاجات كما هكي يتعرفوا عليهم، بما أنه محنطة مش بما أنه حيوانات معناها موجودة حية ككائنات اللي يمكن تخوف أو تسبب مشاكل شوية. ولكن هو كان فما ناس يمكن مغرومة تتابع، وفما ناس أيضا مغرومة اللي هي تعمل الشيء هذايا وتحملت حيوانات وتقدمهم في متحف، يقعد بالآخر غرام للبعض وللبعض الآخر ليه. خاصة أنه تعبان على الموضوع، يعني حتى هو بيستورد أنواع مش موجودة بلبنان، بيستوردها من برا لحتى يغني متحفه ويكون شامل لأكثر عدد وأنواع ممكنة من الحيوانات. كيفك مع السيد أمين؟
مع الصيد. وبصراحة أنا جاوبتكم برشا مرات على الصيد. أنا ما بعرف. شوف أنا الصيد البري مانيش معه وضده يمكن في برشا حاجات، لأنه قاعد يقضي على خاصة الطيور أو ماشيين في فترة متاع انقراض العديد من الطيور. يعني أنا من الناس اللي ضد الصيد البري، ولكن الصيد البحري كيف كيف معناه نحب صيد البحري ونحب أن ندخل البحر ونصطاد، لكن مع الأسف ما ناكلش السمك، أما مش في كل الأماكن، لأنه فما أماكن زادة لازم نحافظ على الثروة البحرية اللي فيها. صحيح. هبا أنت شو رأيك؟ أنا يعني الصيد البحري أكيد مثل أمين، يعني جوابنا واحد، لأنه يمكن حكينا أنا وياه كمان بفقرة سابقة عن الصيد. لا أكيد أنه يعني بحبزه أكثر من الصيد البري. وكنت عم بحكي شغلي أنه كتير حلو الصيد، لأنه بحسسك بنتيجة عملك بسرعة، يعني بتعرفي النتيجة سريعا، مش 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 مثل أي وظيفة تانية بتستني وقت يعني لتشوفي نتيجة. صحيح. العمل صحيح. على كل حال يعني بلا الصيد البري اللي انتو ما بتحبذوه، مفروض القانون يلعب دور تايحد منه، وهذا الشيء متواجد يعني بأغلب البلدان مع تفاوت بدرجة التشدد بتطبيقه. فقد أدانت محكمة في برلين مواطنين اثنين في تهمة قتل ماعز في حديقة للحيوانات الأليفة في العاصمة الألمانية، بعد محاكمة شهد فيها المتهمان بأنهما كانا جائعان. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن محكمة محلية في برلين أدانت الشخصين البالغ عمر كل منهما 29 عاما الأربعاء بالسرقة وقتل حيوان دون سبب وجيه، وحكم على أحد الرجلين كان قد أدين في السابق بالسرقة بالسجن لمدة 10 أشهر، وبينما حكم على شريكه بالسجن 9 أشهر. كان الرجلان تسللا إلى حديقة الحيوانات الأليفة في متنزه في برلين في فبراير وقتلا ماعز من سلالة أنغورا، واعتقلتهما الشرطة بعد أن أبلغ عنهما أحد الشهود. وكان بحوزة أحد الرجلين سكين، كما عثر رجال الشرطة على حقيبة ظهر تحتوي على ساق الماعز وقفازات عليها أثار دماء. يعني جريمة موصوفة، والحلو انه الشاهد ادلى بها. اي شاهد دائما. على فكرة انا كثير بشجع ثقافة لما نشوف، مع انه بيعلمونا كثير انه ما تفسد وما توشي باصحابك، ولكن الخطأ كبرنا هلا. انا وقت واحد يشوف غلط لازم يبلغ عنه. انا وقت اللي انت تقرا في الخبر تخيلت مثلا يعني عند بعض الناس او عند بعض نقولوا احنا مكونات في المجتمع، مش الكل اكيد ما نعموش على مجتمعات كامله، ولكن عند البعض احيانا السيد هذاك يصير هو المشكله، اللي هو كان شاهد على حادثه معينه وبلغ عليه، واللي هو المشكله ما بعد يخلص استدعاء ومساءلات والسجن حتى في المجتمع، واللي هو مشكله معناه لانه هو اوشى او شكاب ناس معينين. ولكن بالفعل هذه حاجه يمكن من القوانين اللي احنا نشجع انه هالحاجات هذه تكون موجوده، خاصه في عديد من الدول العربيه، لانه بصراحه قاعدين نفقدوا في الثروه الحيوانيه بدرجه كبيره. واخيرا شهدنا انقراض ما عندوش مده طويله، انقراض وحيد القرن الابيض في افريقيا، معناها يعني بصراحه قاعدين ماشيين في فترة معينة اللي باش توصل تنقرض عديد الحيوانات، وهذا يأثر. صحيح. على الطبيعة ويأثر على الأرض اللي احنا عايشين فيها، فعلى الأقل هالقوانين هذه تساعد أنه نحميه طبيعتنا ونحميه الكائنات اللي عايشة معنا على الكوكب. نعم. أنا كمان عندي كان تعليق على الموضوع، النقطة اللي أنت أثرتيها بالبداية هو العدالة. العدالة اللي موجودة، وإذا كانت موجودة على الأشياء الصغيرة قبل الشغلات الكبيرة، فهذا بدل على رقي المجتمع. للأسف إحنا تغضينا كتير عن الأشياء الصغيرة والانتهاكات حتى بحقوق الحيوان، لعند ما وصلنا لحتى الإنسان بطل له قيمة أبدا يعني. صحيح. فالتغاضي دائما يعني مشكلة كتير كبيرة. كمان يعني هون بعتقد إنه في الجريمة اللي يعني اللي كانت أصعب هي السرقة بالبداية، يعني هي سرقة وسرقة أدت إلى يعني القتل هون، بغض النظر يعني حتى لو هالحيوان إنه إحنا يعني إنه يعني كانوا جوعانين وكان عندهم هيك، بس يعني بعتقد إنه منيح إنه يعني إنه صارت في محاكمة، ومنيح إنه عوقبوا لأنه كان لازم إنه ينالوا عقابهم. أكيد. أنا بوافقك هبة، مع بس هيك خلاف صغير، إنه أنا ما بحب صنف جرائم صغيرة وكبيرة. وقتها بدنا نطبق القانون والنظام، مفروض نتشدد. صحيح. بالصغيرة مثل لا أكيد. أي أمر أكيد طبعا. أكبر طبعا. منه. صحيح.
المهم ان شاء الله على امل انه تتفعل هالقوانين هذه زي كيف كيف في عالمنا العربي يكون. نعم. ان شاء الله هذا. نعم. اللي نتمناه بالتأكيد. وبالنسبة للنقطة تبعت الجرائم فيمكن يمكن اللي أثرناها يمكن اللي أثرناها لأنه المعد عنا بيقولنا أنه خلينا نروح لبريك. بس كنت بدي شدد على النقطة اللي حكيت عنها وعد أنه جريمة جريمة شو ما تكون. وهلأ خلينا نروح لفاصل قصير ونعود لنطرح فيه قضايا أخرى من حول العالم. ورح نروح نحكي عن أغرب الأطباق من حول العالم. انتظرونا. صباح النور من جديد مشاهدينا. وصباح النور من جديد لإلك أمين. صباح الورد يا هيبة. شو رأيك بالأطباق الغريبة؟ بتحب تجرب؟ ديما نحب تجرب أنا. المهم ما تكون سي فود معني. كل شيء أكل بحري لا. طيب بس عن جد شو جربت أطباق غريبة؟ بصراحة جربت العديد من الأطباق الغريبة في ماليزيا. وكانت أطباق غريبة وحتى ما نحبش أنه نذكر بشني كنت مكوناتها معني لأنه ها. أنا أصلا ما كانتش عندي عليها فكرة. وأحيانا وقت اللي شيف ساعات يقدم لنا أكل من آسيا أنا من الناس اللي نكون معناها هالأكل هذا عندي مع تاريخ أسود بصراحة. لأنه كانت الأطباق غريبة جدا. أولا شكلها غريب والمكونات غريبة وما تعرفش عليها منش مكونة. يعني حتى تشوفها تقول يا وينات انه تذوق ولكن تلقى بعض الاكل. ولكن في بعض المأكولات بتونس تعتبر انه مش كتير معتاد انه الناس معودة عليها مثل البابوش او يمكن الحلزون. ماي مرقة البابوش اللي هي الحلزون او مثلا اللبلبي اللي هي حاجة كيف كيف معناها شعبية ولكن تتسمى شوية غريبة. فما لبلبي مكوناتها شو؟ فما مرقة القرنيت. شو القرنيت؟ القرنيت اللي هو الأخطبوط. الأخطبوط أي جربناها. يعني هذوما أي يعني هذوما من الحاجات اللي يمكن أن تستغربهم كيفاش أنه يأكلوهم في تونس معناها. فما العديد من مرقة البابوش اللي هو الحلزون مش العادي لكن الحلزون البحري معناها. يعني فما العديد من الأطباق اللي غريبة شوية يكون في تونس. وحتى جربتها أنت طبعا. أكيد أكيد تحبها. أكيد لا مش برشا. طيب هلا رح نروح لنتعرف على أغرب الأطباق حول العالم. رح يخبرنا عنها محمد غمروش وفقرتنا المعتادة من حول العالم. صباح النور. صباح النور محمد. صباح الورد. ما تحبش تسألها هي شنو الأطباق الغريبة اللي كليتها ولا يمكن مش تقدمها؟ أنا بالسيجمنت أنا وهبة بنقي طبق والشاف الأسبوع جاي بده يحضر لي إياه. لا الله يزور. إذا كانت أطباق شهية أنا مستعد. هذا الاتفاق اليوم. أنت من الأطباق اللي حنذكرها. لا هذا تحدي. ما بعرف إذا اتفاق أو مؤامرة مش عارف. لا هذا تحدي. هذا تحدي ولازمنا نطلقه هاشتاج على السوشيال ميديا. تحدي محمد غملوش مع هبة. ولازمنا نشوفه تاكل الطبق أو لا. مستعدين. اختار الطبق من القائمة اللي معنا إياها. لا هبة إذا خسرت التحدي. مشاهدينا بهاللحظة شوي طفوا التلفزيون ورجعوا دوروا بعد دقيقة. سنشوفوا على السوشيال ميديا. خلينا نتعرف سوا لأنه في أطباق. يلا أنا وياك يا شاف اليوم على تحدي. يلا. صباح النور مشاهدينا. للكثيرين يعد الطعام شغفا وعشقا والبعض يرتحل إلى مناطق من حول العالم كي يتذوق الأطباق المختلفة. تختلف المطابخ من الشرق إلى الغرب. واليوم في فقرة حول العالم سنستعرض عددا من أغرب الأطباق والمأكولات من حول العالم. نبدأ مع طبق أقدام الدجاج المشهور في شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. وعلى الرغم من انتشاره الواسع في هذه المناطق لأنه يبقى من أغرب الأطباق لكونه مكون فقط من جلد الدجاج وأقدامها. وبحسب موقع ليستفيرس الإلكتروني يتوافد السياح إلى شرق آسيا لتذوق هذا الطبق لكونه غريبا خاصة عن البلاد الأوروبية. الطبق الثاني والذي يعرف بالخاش أو الغمة. ببساطة هذا الطبق يتألف من أطراف البقر ورؤوسها ويعد من الأطباق المنتشرة بكثرة في الشرق الأوسط وخاصة في لبنان. ويتوافد السياح لتذوق الطبق الغريب والدسم من حول العالم. أنا بابا امبارح كان عم ياكل غمة. بس أنا بعرف إنه الغمة هي الأحشاء صح؟ هي الأحشاء والأطراف والإجران والرأس. نعم. لا يعني حتى هذه نعملها إحنا في تونس. هي مشهورة جدا في منطقة الشرق الأوسط. العالم العربي ليست غريبة لأنه نروح أوروبا
وقال له نحن عم ناكل هيدا الشيء بجنه يعني. على فكرة أنا قبيلة هي سألتني قالت لي شنية من الأطباق الغريبة اللي أكلتها، قلت لها اللي أكلت أطباق غريبة في ماليزيا، ما حبيتش نذكر لكن أنت ذكرته أول واحد. أول واحد أقدام الدجاج. يلا إنه إحنا لأنه منكبهم فإحنا ممكن نعمل مشروع أنه نصدر أقدام دجاج لماليزيا نحل فيها مشاكل اقتصادية. نتطوقي الجمعة الجاي يكون أطباق قدم الدجاج. هلا خليني اشوف. انا بصراحه يعني خليني انت عطيتني خليني اقول حاجه بصراحه مش بنينه ري. ابدا مش 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 طيبه معني. ما هي خبر ما ابدا انتبه هيدي طيب كثير قدام اللي جاي بعتقد انه هو مجرب اطباق ثانيه. انا هلك اللي مجربهم منهم بس في مصائب جاي. يلا نستكمله. ما رايك عزيز المشاهد في طبق يسمى بجثه القرش المتعفنه؟ يا لطيف. موطن هذا الطبق هو ايسلندا وجرينلاند بحسب موقع ريدنج جايد الالكتروني. فجثة القرش توضع تحت الأرض في حفرة ضحلة وتضغط بالحجارة، لذلك يمكن استنزاف السوائل الداخلية السامة التي تسمح للقرش بالعيش في المياه الباردة. وعلى الرغم من غناء هذا الطبق بالأمونيا إلا أنه وصف على أنه من الأطباق المقززة الطعم والرائحة. مقززة الطعم والرائحة صح تان على قلبك. وجبنة التالية هي المكسيك وطبق الإسكامول. يعرف هذا الطبق أيضا باسم كافور الحشرات، وهو مصنوع من يرقات وأصداف النمل الصالحة للأكل التي يتم حصادها من نبات التكيلا أو المسكال، ويعد الطبق من الأشهر في المكسيك على الرغم من غرابته. شو رأيك بهالطبقين هيك طازة يكون؟ هذا مو مقبل بعتقد وبعدها مقبل وبعدها بيكون في أقدام الدجاج يعني. هذا جثة القرش المتعفنة من الأطباق المشهورة جدا في أيسلندا. السؤال وانت ذكرت غريب الطعم والرائحة، الرائحة كيفاش؟ مقززة جدا يعني أكيد حاجة ما تتقربش معني. أنا من الناس اللي صح اللي اتعرف على الطبق شخصيا ولكن بس ما دقته يعني. شفت الطبق والرائحة كافية بأن تقول لي لا يعني ولا وأكلتك رقعت لي فيهم ليش أكل يعني. نستكمل ونذهب إلى المملكة المتحدة وإلى محبي البيض تحديدا. نقل موقع ليست فيرس لنا واحدا من الأطباق الغريبة جدا. ببساطة طبق البيض المخلل. يغلى البيض حتى يصبح صلبا ثم يوضع في قوارير مليئة بالخل حتى يصبح لونه ذهبيا مما يخلق طعما حادا جدا يعني. هذه ذقتها ذقت ده مش خايب على فكرة. طيبة. أنا كمان جربتها ببريطانيا وما أنا كتير يعني أنا ماني من محبي البيض. لا أنا من محبي البيض بصراحة عجبتني معاش. شوف لي الطبق اللي وراه إنه أكيد مش كل يوم ولكن يلا اكتشفوا. أنا طبق هذا طبق الموت الجاي. لطيف. طبق الموت. طبق الفوجو الياباني من لحم البافر فيش، وهي سمكة يملأها السم يسمح فقط لعدد قليل من الطهاة الذين أتقنوا بعمق فن طهي هذه السمكة بإعداد الطبق، إذ أن خطأ واحدا في تحضيرها قد يجعل هذا الطبق مميتا. وليس من الغريب أنه من المحظور على إمبراطور اليابان تناول هذا الطبق. بعيدا عن بعتقد هاي اللي بتكون بتنفخ السمكة بتشوفها هون حتى بالبحر يعني. أنا كنت بدي أسأل الشيف إذا خاط أخذ تجربة أو قرأت عن هذا الطبق. هلا ايه السمك بعرف عنه بس انا بهذا الصحون اللي عم شوفها خلص وقفت شغل ما بقدر اياها بصراحه كلها. في اشياء بعرفها بس في اشياء صراحه لا جديده علي. بس لفتني انه البصل الاخضر مع شويه سمسم انه هيك شوي يعطوه شكل للصحن. يعطوه شكل حلو. هلا اللي جايك احسن واحسن بعد. يلا بس هبه بدي اسالك هل انت وامين مستعدين تجربوا طبق الفوجو تاخذوا المخاطره؟ لأنه هذا الطبق من أغلى الأطباق في العالم. لا أنا بس بدي أحكي لك شغلة. أنا إذا طعمته ما كانت يعني مزعجة وإذا كان حدا من الطهاة اللي عم تحكي عنهم وكان كتير دقيق بطبخها أنا ما عندي مشكلة. أنه خطرت بإشياء كتير بحياتي عادي يعني تضاف. عادي. أنا لا تفكري منيح بالطبق بس إذا من الأغلى الأطباق فأنا بنقي هذا الطبق وأنت تدفع حقه حتى أرد لك المعروف اللي أخذت فيه. هذا التحدي برو. أنا قبلان التحدي. في حدا شمتان هون طرف فينا. لعلنا سمعنا أن جلد التمساح يستخدم لصناعة الأحذية والإكسسوارات إلا أنه في أستراليا وشرق آسيا يوظف كواحد من أغرب الأطباق حول العالم. بحسب موقع هوستل وولد الإلكتروني فأن لحم التمساح محبوب جدا في شرق آسيا وأستراليا وقد وصف بأنه يجمع طعم الدجاج وثمار البحر في آن واحد.
إلى كوريا الجنوبية وطبق السانكاجي. وصف هذا الطبق على أنه واحد من الأطباق الأكثر قساوة في العالم، وهنا نتحدث عن القساوة المعنوية، إذ أنه يتكون أساسا من أطراف الأخطبوط الذي ما يزال حيا. وقد سجلت حالات اختناق عديدة أثناء تناول هذا الطبق، إذ أن الأخطبوط قد يعمد إلى الانتقام والالتصاق في مريء الإنسان أثناء تناوله. يعني تعبير وجه هبة لحالة بتحكي عن الموت. بين اثنين، بين طبق السناكشي اللي هو الأخطبوط الحي وبين الطبق الذي سبقه، أنا بصراحة تمساح. بصراحة بصراحة نحب نجرب طبق التمساح صراحة، معني ما عادش عليش هكا جذبني أنه حبيت نجرب، لأنه غريب جدا أبدا. ولكن حبيت نجرب، وليه ما ليه؟ لأنه يعني التمساح يعتبر حاجة يمكن جديدة هكا غريبة معني، وكما قالت هبة علاش ليه الواحد ساعات يجرب، فالتمساح نجربه، أما هذا الأخطبوط أكيد ليه. أنا بحب أحكي لعروس المستقبل لأمين إنه أمين بحب أطباق التماسيح، فترجع تعيد قرارها. أسباب ما يتزوج فيها. على فكرة هبة، أنا بدي لك شيء، أنا ذهبت إلى مهرجان الطعام الصيني في لندن مرة، فكانوا عارضين طبق، يعني قوام هذا الطبق هي الصراصير. والمقلية والمغطسة بالملح. نعم. فطلب مني مندوب انه تجربة هذا الطعام بصراحة يعني بدي اعترف فيها، المنظر مخيف ولكن الطعام بصراحة حبيته يعني. فانا اكتشفت انه لربما الاختلاف بعتقد لازم المخرج يحط موسيقى رومانسية مع الحكي. عن جد اكتشفت انه يمكن هو امر نفسي، انه نحن يمكن ثقافة الطعام عنا مختلفة. لربما اذا اتى شخص صيني وقلنا له جرب الغمة لقال نفس الامر عن طعام الصراصير الذي هو مشهور في الصين يعني. بس انا هلا وصلنا الى الحسم، ولنسأل هبة عن الطبق التي اختارته. اي لازم تختار. انا اكيد برجع باكد على الطبق تبع السمكة اللي سامة واللي بدها طهات يعني من الخارج، انه بدهم يكونوا كثير اصحاب خبرة ويكونوا دقيقين اكيد، وخاصة انه السمكة انه غالية كثير. وبحب انه يعني اعرض عليك انك تعزمني على هيك طبق، ووقتها بدنا نعمل تقرير من التلفزيون العربي لنأكد انه التحدي انا رح اكسبه. شوف سياسة الهروب الى الامام، هذه قوية، هذه صراحة يعني وضعتني في موقف حرج جدا. ليه تعرف انا اختار ببين سؤال، هلا واحد يحب يجرب معناه طبق التمساح قديش يكون سعره؟ طبق لانه غالي جدا. نعم. على لحم التمساح غالي بطبيعه الحال، لحم طبعا اللحم النادر يعني النادر الطهي اكيد غالي، وبعض اللي يحتاج الى خبره في الطهي وما الى هنالك. صح. يعني المهم نحن نشكرك برشا على اغرب الاطباق اللي جبتها من حول العالم. شكرا صراحه أمين. كانت حلوه الفقره اليوم، استمتعنا. وخليني نكمل معك في نفس الموضوع، الطبق اكيد لازم بهارات. صحيح. فخلينا نمشي إلى سوق الجورشة اللي هو أحد أبرز الأسواق الاقتصادية في العراق، يتوارث فيه العطارون مهنة بيع البهارات منذ عقود، تتناقل الأجيال هذه المهنة بقلها وذوقها وألوانها، وتصمد مجال البهارات في مكانها. على الرغم من كل التطوير على مستوى إنتاج البهارات التي حملته معها الحداثة الاجتماعية، نتابع هذا التقرير عن سوق الجورشة من بغداد. الرائحة الزكية للبهارات والتوابل هي أول ما يستقبلك هنا عند بداية دخولك إلى سوق شورجة، أقدم الأسواق البغدادية. رائحة يعبق منها تاريخ بغدادي عريق يعود زمانه إلى عصور عباسية متأخرة، حيث أنشئت هذه السوق قبل نحو 6 قرون. يقول المؤرخون إن أول تسمية لها كانت سوق الرياحين، ثم استبدلت إلى سوق العطارين، ثم جاءت تسميتها الأخيرة بالشورجة ومعناها البئر المالح باللغة الفارسية. دخول الشورجة ليس كما الخروج منها، البغداديون يقصدون هذه السوق للتبضع مما يحتاجونه من مؤن ومواد غذائية، لكن لرائحة التوابل والبهارات وانتشار محلها على جنبات هذه السوق جعلها قبلة البغداديين ومقصدهم. ولحرفة العطارة فن ومهارة لا يتقنها إلا من يزاول هذا العمل، فما بالك بالذي ورثها أبا عن جد. البهارات هي مهنة ورثناها عن أب وجد، والبهارات هي بحر كبير، يعني مو كل واحد يجي للمهنة يتعلم لها بسهولة، وإنما هي شغلة متوارثة عن أب وجد
والشخص اللي يشتغل بهاي المهنة لازم يبدع بيها. يسير معظم العطارين هنا في الشورجة على المثل القائل إن سر النجاح يكمن في سر الخلطة، وأبو يوسف صاحب محل مميز في أحد أركان هذه السوق يقصده الزبائن لسر في خلطة توابله. صحيح أن الأمثال تضرب ولا تقاس إلا في هذه السوق، فإن الأمر يختلف. كل واحد يسر المهنة مالته، يعني أكو هواي محلات بهارات يأخذون من عنده يقول ماكو ريحة ماكو نكهة، أسوي له الخلطة عندي يرجع لي ثاني مرة. سيبقى المطبخ البغدادي مميزا برائحة توابله الشرقية، والفضل يعود إلى الشورجة ودكاكينها العتيقة التي ترفد موائده بما لذ وطاب من مطيبات الطعام. على فكرة أمين، أنا بعرف أنه أنت بتحضر أكل بالبيت لحالك، حتى كمشتك عم بتطبق وصفات وبينشر صورهم، فقديه بتستعمل البهارات صراحة؟ أنا من الناس اللي حب برشا البهارات، وخاصة البهارات التونسية يعني اللي والحار منها. أي منها الحار أكيد اللي هو الفلفل الأحمر، أو فما عنا بهار اللي يتسمى التيبل، التيبل اللي هو بهار تونسي أصيل معناه موجود اللي يستعمل أكيد في حاجات شوية من الفلفل على شوية من الكروية، ماش تسميها كراوية تسمى عندكم، يعني هذيك هي معناها خلطة من البهارات التونسية. نحب نستعمل برشا البهارات ونحب نجرب حاجات جديدة. بتجيبهم معك يعني كل ما تروح الزيارة؟ أي أكيد. أي لا أكيد، أنا ديما عندي تكون فما فليجة لطقها معبية كلها بالبهارات والأكل والحاجات اللي واحد يعملهم. ونحب بصراحة نحبها خلطة البهارات في الأكل، وديما نحب نضيف عليها حاجة ونجربها نشوفها شنو تطلع. نعم يعني ساعات تطلع هي مطيبات للأكل يعني البهارات بعتقد، ويمكن الشخص مع تجربته بالأكل بصير يتخيل أنه إذا ضاف يعني مثلا نوع هالبهار مثلا على طبق بيعطي يعني طعمة مميزة بطريقة ما. فلا أكيد البهارات دائما مطيبة للأكل وبتخلي الطعمات يعني مختلفة تماما. صحيح. طعمات والروائح مثل ما هلأ عمل شيف وليد، فخلينا نروح لعنده لنشوف وين صار بالأطباق. فإذا مشاهدينا إلى المحطة الأخيرة في مطبخ والأشهر. اول شيء بس بدي اقول لكم على الاطباق الغريبه. انتم بتعرفوا انه في كثير اطباق بتطلع بالصدفه، يعني حتى هذه الاطباق ممكن يكون في كثير منها اصلا بالصدفه، يعني ما بعرف بتعرفوا قصه البايلا. بالصدفه البايلا. البايلا هي كان حدا الشيف كان على الباخره، انقطعت فيه الباخره بقلب البحر. انقطع من الاكل، اخر شيء شو بقي عنده بالتحضيرات تبعه حطهم فوق بعض وطبخهم، هي اسمها بقايا بالعربي. فطلعت اكله البايلا من هون وهلا كثير مشهوره وكثير غاليه. فكثير اطباق بتجي بالصدفه، فكرمال هيك. والروكفور كمان، روكفور حدا كان حاطط جبنه بقلب الكهف اذا بدك او بقلب القبو مثل ما نحن بنسميه، انتزعت، جرب يدوقها طلعت طيبه، صاروا يعفنوها بطريقه صحيه. نعم. يعني في كثير طرقات اكل بتطلع بالصدفه مع الشفيه. هذا دور الشيف الابتكار والاختراع مما هو موجود. صحيح. هلا رح نرجع نشرح شوي عن اللي عملناه اليوم. اول شيء عملنا الكسكس. الكسكس مثل ما ذكرنا كل كبايه كسكس بدك كبايتين مي سخنه مع شويه زبيب. هون انا حطيت خيار مع الطبق، هون بس بندوره ونعنع حامض وشويه ملح وشويه بهار وزيت زيتون اكيد. الرز مع الدجاج بالخضره، الرز كل كبايه رز بدك كبايتين مي شويه ملح وشويه بهار، اللي بيحب فيه حط شقفه زبده بقلبه. الدجاج مع الخضره هي بصل، قلينا البصل، رجعنا قلينا الفلافل معهم، حطينا الدجاج فوقهم شوية ملح شوية بهار، حطينا الفطر والذرة قلبناهم كلهم سوا ملح بهار، رجعنا حطينا مرقة الدجاج وكريمة طازة آخر شيء. إذا بدها ست البيت تطلع الصلصة تبعها شوي سميكة فيها تحط مثل ما ذكرنا قبل ملعقة طحين. والفندون بالموز هي موز بيض طحين ورشة فانيليا ورشة وشوي برش حامض، سكبناها بهذه الطريقة بأكثر من طريقة. فينا نحط الشوكولا على الوجه يبين سايل، فينا نحطها بهذه الطريقة. آخر شيء حطيت الشوكولا بعد بشلتها بالفرن، وهون الشوكولا بقلبها حتكون دايبة. هيك بنكون خلصنا أطباقنا لليوم. موعدنا معكم أكيد بكرة مع أكلات جديدة وفقرات أكيد مميزة. نرجع لعندكم ومنكفي
ان الله رد. نشوفكم بكره. شكرا لك شاف. والان خلينا نحكي عن التكنولوجيا وقد بتاثر بشكل كبير على مستخدميها بكافه المجالات، ولعل من ابرز تلك المجالات هي المجال التعليمي. صحيح. امين، فقد تسهم التكنولوجيا في العمليه التعليميه بشكل كبير اذا تم توظيفها بشكل جيد يفيد الطلاب ويساعدهم في عمليه التحصيل الدراسي. صحيح، لكن جزء كبير من الدول العربيه لم يتطور نظامها التعليمي بما يتناسب مع التطورات التكنولوجيه التي نعيشها، ومن هنا برز دور مؤسسه سيلاي التي طورت تطبيقا الكترونيا يستخدم الالعاب كوسيله للتعليم. نعم امين، ويوفر للاطفال العاب تساعدهم بالتعلم بطريقه تفاعليه وممتعه. وللحديث اكثر عن المؤسسه ومبادراتها التعليميه بنستضيف معنا عبر السكايب من مصر السيد كريم الدباسي مؤسس شركه سي ال اي. صباح النور كريم. صباح الخير. كريم، بداية خبرنا أكثر عن المؤسسة وكيف إجت الفكرة، فكرة تأسيسها. إحنا ابتدينا سي ال آي بقالنا تقريبا سنة شغالين. الفكرة جت لما لقينا إن التعليم عندنا السيستم متأخر وما بيستخدموش التكنولوجي، مش انتجريتد جوه الإديوكيشنال سيستم عامة جوه في مصر بالذات وفي الدول العربية عامة. فقررنا إن إحنا عايزين نعمل حاجة تساعد الأطفال يستخدموا التكنولوجي جوه الفصل ويقدروا يبقى الموضوع ده انتراكتيف معاهم وبيساعد عليهم الموضوع. وهنا ابتدت الفكرة معنا. نعم. كريم، كيف قمتم بتوظيف التكنولوجيا في التعليم خاصة أن البرامج بتاعكم تعتمد على الألعاب أيضا؟ إحنا اللي عملناه إن إحنا عملنا حاجتين، بنعمل موبايل أبلكيشن وفي نفس الوقت بيبقى عندنا لعبة موجودة فيزيكال، فعشان ما يبقاش حاجة واحدة بيبقى هما الحاجتين بينتجريتوا مع بعض ويبدأوا يكونكتوا مع بعض، فالولد يبقى في نفس الوقت بيشتغل على الموبايل وبيكونكت للعبة نفسها، بتحصل حاجة قدامه ريل تايم يبدا يتعامل معاها ويتفاعل معاها، فيبدا يتعلم منها هي دي ازاي بتشتغل وازاي بتتعامل معاها. نعم. وطبعا هناك الى جانب الايجابيات، ايجابيات التكنولوجيا، هناك سلبيات وتحديدا تتعلق مثلا بادمان الكثير من الطلاب على الحواسيب والاجهزه الالكترونيه، فكيف يمكن تفادي سلبيات التكنولوجيا على الطلاب برايك؟ تمام. اللي احنا حاولنا نعمله ان ما يبقاش موبايل ابلكيشن بس، علشان مشكله السكرين تايم اللي الولد يبقى قاعد معظم الوقت على الموبايل ما بيتفاعلش مع اللي حواليه، وده كان الهدف اللي خلانا لازم نعمل لعبه حاجه موجوده قدام يبقى في فيزيكال سكيلز وموتور سكيلز الولد بيتعلمها وهو شغال، فدي يقلل السكرين تايم في نفس الوقت. هو بنلعب الحته ان الولاد بيحبوا الموبايلات الايباد والكلام ده والسكيلات دي، يبقى بيتعلم وفي نفس الوقت مش قاعد كل اليوم على الموبايل. نعم. طيب كنت عم تحكي عن واحد من الجوانب اللي طورتوا فيها نظام سي ال اي ليكون هناك يعني في استخدام امثل للتكنولوجيا بمجال التعليم، خبرنا عن امثله اخرى، يعني كيف طورتوا، شو المراحل اللي قطع فيها النظام؟ تمام. احنا دلوقتي عندنا ثلاث لاعب، يعني ثلاثه لاعب مختلفين وبيكونكتوا مع الموبايل ابلكيشن بتاعنا، كل لعبه فيهم بتعمل حاجه معينه. يعني اول حاجه ابتدينا بيها كان ان احنا نعلم البروجرامنج والكودنج البرمجه من الولد وهو عنده 5 6 سنين، يبدا يتعلم الاساسيات بتاعه البرمجه عشان دي بقت سكيل هتبقى بعد كده زي الكتابه، كل واحد يعرف ازاي يبرمج. فدي كانت اول حاجه ابتدينا عليها، وبدانا نشتغل على حاجات مع المناهج التعليميه نفسها عشان نساعد ازاي يشتغلوا في الحاجات دي يبقى اسهل لهم ان هم يتفاعلوا. دي اكزامبلز الحاجات اللي احنا عملناها كلها حاجات الكونسبت بتاع دي اي واي ان الولد دو ات يور سيلف، هو بيجمعها بنفسه مش بس بياخد اللعبه جاهزه، هو بياخد اللعبه ويبدا يركبها ويفهم شغال ازاي وتركب ازاي عشان يبقى فاهم، مش مجرد. طيب هل اجريتم احصائيات على مدى تاثير نظام سي ال اي على الطلاب؟ يعني كيف كانت النتائج؟ احنا جربنا في القاهره هنا في مصر، جربنا مع اكتر من سمر سكول المدارس الصيفيه، وجربنا مع مدارس انترناشونال، كنا بننزل نجرب مع الاطفال فعليا عشان ناخد منهم الفيدباك ونعرف هل ده هيساعدهم ان هم يتعاملوا احسن ويتعلموا اكتر ولا لا. الحمد لله كانت النتيجه كويسه ومبشره، الولاد كان عاجبهم الموضوع وكانوا بيتفاعلوا كويس جدا معانا وكانوا بيبقوا عايزين يعرفوا ايه البرودكت جاي كده، فده كان مؤشر كويس ان الموضوع ده ممكن جوه السيستم دي صور للولاد واحنا بنجرب معاهم، يعني اللي كنا بنتستمع لنا. نعم. طيب ما هي نقاط الضعف يلي يعني بعد تقييمكم لما طرحتوه ممكن تطويرها بتطبيق سي ال اي؟
ان احنا نبدا نشتغل على الكونتنت اكتر، ان احنا نقدر نتوسع لسنين عمريه اكتر، مراحل اكتر في المدارس. احنا دلوقتي لسه شغالين على مراحل يعني اللي هي المرحله الاعداديه مثلا. المطلب ان احنا يبقى بعد كده موجودين في كل المراحل السنيه، بنبتدي من اول 5 سنين، اول ما الولد يخش المدرسه لحد ما يخلص يبقى عنده تطبيق لكل حاجه في كل مرحله، عنده تطبيق بيساعده انه ازاي يتعلم جوه المرحله اللي هو فيها. فدي اللي احنا شغالين عليه الفتره الجايه. إذا كريمة بيسي مؤسس شركة سيلاي كنت معنا مباشرة عبر سكايب من مصر، شكرا ليك وبالتوفيق. شكرا. والآن خلينا بعد هالثلاث ساعات مطولة بين أطباق وبين أغرب الأطباق وبين الفريق جامبو اللي كانوا معنا كيف كيف والأولاد اللي كانوا معنا اليوم، كانت الحلقة غنية وممتعة وإن شاء الله يكونوا مشاهدين كل استمتعوا معنا. صار يكونوا استمتعوا معنا المشاهدين على قدر ما نحن استمتعنا بضيوفنا ومواضيعنا المتنوعة. شكرا لحسن المتابعة مشاهدينا. ومشاهدينا انتظرونا غدا الساعة 9 بتوقيت القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وابقوا دائما بمتابعتنا. إلى اللقاء.